انت يا ولا، انت يا زفت، وحياه امك، وحياه امك ما نخليك البيت دي. اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه يا اخي؟ انت ايه؟ انت بلوى؟ انت ما بتحسش؟ طول النهار ماسك مفك قاعد تخور لي في الحاجات لغايه ما هتخليها تبوظ، كل الحاجات دي باظت. انت ايه يا اخي؟ معلش يا بابا، مش هعمل كده تاني خلاص. وديني وما اعبد، لو عينت اشوفك تاني ماسك مفك ولا ماسك جهاز تاني انا هرميك في الشارع، انت فاهم؟ لا، من ناحيه دي اطمن. اطمن؟ اطمن على ايه؟ لان مفيش ولا جهاز باقي علشان ابوظه، كله باظ بصراحه. كله باظ؟ يخرب بيت شيطانك، اعمل لك ايه؟ الكاسيت باظ، والسخان باظ، والمروحه باظت، امال ايه تاني؟ ايه تاني بوظته؟ قول لي. الوكمان؟ عملت فيه ايه الوكمان؟ صراحه ما عرفتش، كسره فرميته في الزباله. رميته في الزباله؟ اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ انت عايز تموتني؟ انت عايز تموتني وتجيب اجلي؟ شر عنك يا بابا، بعد الشر. حبيبي يا ابني، حبيبي يا ابني. طب هو ينفع نص جنيه اشتري مصاصه؟ نص جنيه في عينك؟ مصاصه تقيله انت، يالا انت لازم تترمى في الشارع، عارف ليه؟ عشان تعرف قيمه البيت، عشان تحافظ عليه وتعيش فيه كويس، انت فاهم؟ لا والنبي يا بابا، حتى ده انا عندي 8 سنين، يعني خليني اقعد سنه كمان. انت عايزني استحملك سنه كمان؟ انت هبل ولا مجنون؟ عشان السنه الجايه اجي الاقيك شايل لي حلقان البيبان وتقول لي حلقان البيبان باظت؟ هو حلقان البيبان اغلى مني؟ اه طبعا، لانها خشب زان، انت فاكرها ايه؟ خشب مسكي؟ بقول لك ايه؟ اطلع بره، اطلع بره. طب اصلح لك الغساله واقعد. بقول لك ايه يا عبد العزيز، انا عايز اقول لك حاجه يا ابني، العلاقه اللي بينا انتهت، ما عادش في عيشه بينا، لان كفايه قوي اني استحملتك 8 سنين متواصل. 8 سنين متواصل؟ ايوه 8 سنين متواصل. وانا ابنك ولا بشتغل عندك؟ بعدين ده انت نسيتني بدري بدري. يا ابني اسمعني يا ابني، انت من يوم مامك ما ماتت وهي دبستك فين؟ اعمل فيك ايه؟ بقالي 8 سنين قاعد الف على حوالين نفسي في البيت بسببك، امال لو قعدت 12 سنه هتعمل فيا ايه؟ بقول لك ايه؟ اتفضل اطلع بره، وانت ما ينفعكش الا الشارع عبد العزيز، انت فاهم؟ يلا الشارع يا عبد العزيز. طب انا عايز النص جنيه بتاع المصاصه. اوت اوت اوت، جبتها منين دي يا بابا؟ انا بقول لك اوت اوت، ده انت بتشتغل كونسري. عموما نو بروبلم نو بروبلم، امشي يلا اطلع بره. بابا. نعم نعم يا حبيبي. نص جنيه بتوع المصاصه. امشي يا ابني. اعمل ايه بس يا رب بعد اللي ابويا عمله معايا؟ انا عايز اشتري مصاصه، انا حاسس وهي ساعتين ثلاثه كده وهيعطف عليا. مش معقوله يعني اب هيسيب ابنه وهو لحمه طريه زي. كده تمام تمام تمام. ايه ده، انا جعان قوي. ايه ده يا ست نجوان؟ ست نجوان، ست نجوان. ايوه ست نجوان. في الاكل قلتي لي هتعملوه. حاضر حاضر، 10 دقايق. ربنا يخليك ست نجوان. ست نجوان. ايوه ست نجوان. النبي حطي لي مخلل وترش عشان بحبه. حاضر عينيا. حاضر ست نجوان. ست نجوان، ست نجوان. نبي العيش قمريه شويه بس على اللي بحبه متسخن ده. الله يخليك ست نجوان. ست نجوان. أيوة. ست نجوان، والنبي ربع رغيف بس عشان انا عامل دايت. شكرا. حاضر. جيبيش كتير يعني. حاضر. شكرا. الحمد لله الحمد لله. ابله سلوى، ابله سلوى، ابله سلوى. ايوه ايوه. فين صينيه الكنافه اللي قلتي لي هتعملها لي؟ خمس دقايق وهحضرها لك. حاضر. ربنا يخليك. ابله سلوى، ابله سلوى، ابله سلوى. ايوه. عايز ايه؟ النبي لو سمحتي زودي العسل شويه عشان بحب العسل كتير على الكنافه. طيب يا اخويا. شكرا قوي. ابله سلوى، ابله سلوى، يهو ابله سلوى. في ايه؟ والنبي اقطعها لي حته من اخر الصينيه المقرمشه دي عشان بحبها. ماشي يا اخويا. شكرا قوي. حاضر. ابله سلوى، ابله سلوى. في ايه؟ ما انا واقفه اهو. النبي بعتي لي معاها ميه عشان ساعات العسل بيحشرك في زوري من الكنافه. حاضر حاضر يا اخويا. حاضر. شكرا قوي شكرا قوي. عم بيرم، عم بيرم. ايوه يا ابني. عم بيرم. ايوه يا ابني.
بتعمل ايه؟ بتكوين القميص بتاعي ولا نسيت عم بيرم؟ بكوين القميص ونازل اهو. ربنا يخليك، شكرا عم بيرم. العفو. الله يخليك عم بيرم. عم بيرم عم بيرم النبي، انا بص يعني وانت بتكوي حط بودره عشان ممكن يتلسع ولا حاجه. احط بودره؟ حاضر. شكرا. حاضر. عم بيرم عم بيرم النبي يعني خلي بالك التطبيقه بس ما تنعكشوش. الله يخليك. ما انا داخلك من هنا اهو يا ابني. شكرا عم بيرم. شكرا عم بيرم عم بيرم. وانت بتبخ والنبي ما تبخش ميه كتير عشان ساعات القميص بيطلع مندي كده. حاضر حاضر. شكرا حاضر. شكرا. ربنا يخليك ربنا يخليك. ايه ده ابويا اتاخر ليه كده؟ ده اتاخر دلوقتي فوق ال 15 سنه ملوش حجه. لا المواصلات تعمل كده ولا الزحمه ولا اي حاجه. عم بيرب عم بيرب عم بيرب. القميص وصل ومتشكر قوي. العفو. ربنا يخليك عم بيرب ربنا يخليك. شكر قوي. ابويا فين؟ كل ده تاخير 15 سنه. بابا 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 بابا. السلام عليكم عمنا. عايز اروح شارع عبد العزيز. هو ده شارع عبد العزيز. عايز نمره 15 قدام. شكرا. يا رب بارك في البضاعه الصيني 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 يا رب. ولا ماركه تانية تتباع الا الصيني 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 الصيني. يا رب المخازن مرطرطه بضاعه كلها صيني 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 صيني. حبيبي 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 حبيبي. مساء الخير. مساء الخير. ايه يا جوده مش فاهم؟ مش كذا مره بتيجي تخليني اعمل الطقوس الصيني عشان البضاعه تتباع؟ ادعي معايا يا رب بيع لنا كل البضاعه الصيني 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 الصيني. كل الماركات تقف الا الصيني 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 الصيني. بس ما تدعيش ما تدعيش. الصيني الصيني الصيني. ايه اللي جرى النهارده؟ ايه اللي جرى يا جوده؟ مفيش اي حد دخل علينا لا بتلاجه ولا بغساله ولا بمكوى ولا ميكروويف. هو في ايه؟ لا مفيش مفيش. احنا اتحسدنا. اتحسدنا؟ لا احنا ما اتحسدناش. انا عارف دي مؤامره دنيئه لكل اللي بيتاجروا في الادوات الكهربائيه. انا عارف. انت عارف يا جوده انا اتولدت في الشارع ده. اول جهاز فكيته وبوظته وصلحته كان هنا في الشارع ده. اول مره اتقبض عليا وعملوا لي محضر واتضرب على قفايا كان في الشارع ده. وبعد كده كلهم اول ما لقوا الشارع حاله ماشي جم فتحوا وعملوا فيها معلمين وفتحوا محلات. لا بس في الاخر في الاخر لا يصح الا الصحيح. لا يصح ايه؟ ما تشوف حاجه تخرج من التوريطه بتاعت السين. اي حاجه بنفس المعنى. خلاص لا يحق الا الحقيق. لا يحق الا الحقيق. ما تكلمش يا بصراحة. بصراحة قد بحب بتحن بتحن للزفت. بقول لك ايه؟ انا حاسس ان احنا في حد يعني بيحاربنا. بس مش مشكلة. احنا ان شاء الله ربنا هيكرمنا باذن الله وكل البضاعة اللي عندنا هتتباع. اللي هي البضاعة ايه؟ السين سين 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 سين. يا رب بارك في البضاعة. سين 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 سين. يا فاشل يا عرض الكهربائية. تفتكر الشتيمة دي مين يا واد؟ ومين هو عرض الكهربائية؟ لا مش احنا مش احنا. ده محل من المحلات اكيد بوظ لها الجهاز. ما انت عارفهم نصابين. ايوه وفشله ومتاخرين. بس احنا مالناش دعوه. احنا بتوع ايه؟ الصيني 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 الصيني. يا رب خلي يا نصاب يا فاشل واديني ما انا سايباه. انا ولا انت؟ ايه ده ايه ده الكلام ده ليه انا؟ لا يا مدام انت غلطانه في العنوان غلطانه. انا لا فاشل ولا صايع. انا ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ ده انت فاشل و60 فاشل كمان. يا جماعه انتوا ليه دايما كل الناس تقول عليا فاشل مع اني اهم من كده بكتير؟ هو انت في افشل منك؟ ليه انا عملت لك ايه؟ الشاكوسي بتاعي لسه بايظ. ايه؟ الشاكوسي بتاعي. ايه ده دي انا فاكرها غلطت اول مره. الشاكوسي بتاعك حضرتك ما اسموش شاكوسي. ده مش موضوعنا. انا مش هربيك من اول وجديد. لكن 100 مره قلت لك ان الشاكوسي مش نافع مع السباكه اللي عند حضرتك في الحمام وانت مقاوحة. اعمل ايه؟ وانت مالك انت؟ انت مالك؟ لا اله الا الله يا ست يا ست. وبعدين مش لازم شاكوسي يعني. ايه عايزه انعاره ما تتنيله في اي دش وخلاص. انا مش فاهمك بصراحه. فلوس واديني محاسيبك. يا لهوي انت صوتي من ايه يا خرابي؟ في ايه يا ولاد؟ يا نصاب هو انا بوظت لك ايه؟ الشاكوسي. لا ده واضح ان هي بتحب الجمله كده فاهمني. هي مش عايزه تستحمى فيها. هي بتحب تقول اسمه وغلط. اجربها لك؟ اجربها لك. بص يا مدام بص يا مدام. احنا اول حاجه هننقذ الموضوع حنفية السخن هنوزيها مع التانية عشان الاتنين يوصلوا لايه؟ للشاكوس. شفت؟ شفت هي؟ الله 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 الله. ايه يا ابو عزيزه فاشل عامل قلق ليه انت والتعويذة اللي معاك؟ هو كل يوم خناقة ولا ايه؟ صبح وظهر وليل وبين الوجبات في ايه؟ يا سادة ظريف وانت مالك؟ ايه اللي دخل علينا ده؟ بتاع التلاجة اللي في المحل اللي جنبينا. صدق بالمل يالا. عايز ايه؟ وانت يا حلو انا مش قلت لك تعالي لي من الاول؟ رايح العب عزيز الفاشل؟ ده هيسرق الزبون. يا نهار اسود. لو سمحت لو سمحت الزبونه دي بتاعتي. لا بقول لك ايه احنا نروح بقى على الاسم والظابط مش هيدعوا على الكلام ده. قبل الاسم اثبت لك ان الزبونه دي بتاعتي وبقى انا بتعامل معاها. اوعى ايدك
مش حضرتك تعاملنا مع بعض وبالاماره بوصل لك حاجه مهمه في عندكم اسمها ايه؟ الشاكوس. اسمها انا بوصل لك الشاكوس. اه والله انا مش رايح اسم لان في حاجه مهمه قوي. انا مستني ابويا بقالي 31 سنه. افرض انا مشيت وهو جه في الثانيه دي اعمل ايه؟ ابوك بقى يا حبيبي لما يجي يبقى يجي يضمنك من الاسم ان شاء الله. طب يرضيكي بعد العمر ده كله يجي اول حاجه يعملها يضمنني في الاسم وكل ده عشان ايه؟ وانا بوصل لك حاجه؟ بوصل لك ايه؟ ايوه الشاكوسي بتاعي حرام عليك. انت بتضحك على ايه؟ انا مش رايح الاسم واللي عندكم اعملوه. لا هنروح الاسم. هنروح الاسم. مش رايح الاسم؟ اه. طب واديني اللي لبسك قضيه تحرش وجيرانك هم واقفين وشاهدين. شاهدين ولا مش شاهدين؟ اه اتحرش. انا اتحرشت بيها؟ اه خلاص طالما اتحرشت التحرش دي قضيه اتحرش بقى بيها. اه ما تحترم الرجاله اللي واقفه. انت راجل واحد انت بتكتر نفسك ليه؟ انا هاجي معاكم واللي عندكم تعملوه. يلا. انا عارف انا مين والشارع ده كله يعرف انا مين. ولا نعم. اعمل التعويذه عشان الرزق يمشي. اه لحد ما اجيلك اتفضلي على الاسم. بس قبل ما نمشي النبي انا بوصل لك حاجه. الشاكوسي. الشاكوسي. يلا يلا رامي. يا يب يا يب احفظ المحل اللي كله السين 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 السين. تمام يا فندم. نعم يا باشا. يا باشا الراجل ده بوظ لي الشاكوسي. بوظ لك ايه؟ بوظ لي الشاكوسي. شاكوسي؟ طيب انا ست مختلفه يا فندم. في حاجه اسمها اصلا اسمها شاكوسي حضرتك؟ دي ست انا اكتشفت ان هي اللي عندها حمام ولا بيت اصلا ومهموسه مهووسه بموضوع الشاكوسي ده. والراجل ده كذاب وبيقول شاهد على اي حاجه وهو ما بيشهدش في الحقيقه ابدا. انا مظلوم حضرتك مفيش اصلا قضيه. وبعدين الجو دوت انا لا صيني ولا حاجه انا راجل عادي انا بشتغل في المنتجات الصيني مش اكتر يا فندم. ده عبد العزيز اشهر واحد في البلد يبوظ الاجهزه. انت عبد العزيز اللي بتبوظ الاجهزه؟ لا وبعرف اصلحها يا فندم. تمام سمعتي سمعتي بصلح. اتفضل يا عبد العزيز اتفضل. ايه هو ده؟ اوعى هتشوف دلوقتي ايه هو ده. ده ايه اصله ده؟ اتكلم بقى مع الضابط. تحت امرك يا فندم. اسمعني كويس يا عبد العزيز. تحت امرك يا فندم. انا العقيد سمير عبد الحميد ضابط في جهاز حساس في الدوله واحنا عايزينك في مهمه رسميه وخطيره جدا جدا جدا. اهلا بيك. اهلا بيك. اتفضل يا عبد العزيز. اقعد يا عبد العزيز. بص يا عبد العزيز احنا اكتشفنا جهاز تجسس خطير جدا مزروع هنا وعايزين يتجسسوا علينا واحنا اكتشفناه بصعوبه بالغه وعايزين نبوظه. حضرتك انت بتهني بسمعتي. انا راجل بصلح وراجل اسطف. شوف ايه بيبوظ يا فندم. انا عمري ما بوظت حاجه يا عبد العزيز. هم لسه بيسمعونا لغايه دلوقتي وبيشوفونا من خلال الجهاز ده. حضرتك انا لو بوظته تشهد لي ان انا بعرف اصلح عشان اكل عيش ما يقفش. حاضر يا عبد العزيز. ربنا يخليك. اتفضل يا عبد العزيز. اكيد حضرتك سمعت عني واللي وصل لك السمعه حاقد وقال لك بيبوظ. بس انا بذمتك ببوظ حاجه؟ اه بتبوظ. ببوظ ايه؟ بوظت لي الشاكوس. الله يقطعك انت والزفت بتاعك. اهدي شويه يا ماما. يلا يا عبد العزيز. يعني انا بوظه يا فندم؟ طبعا يا عبد العزيز عايزين نخربه يا عبد العزيز. حالا حالا. خربه لنا يا عبد العزيز. بس اديني شهاده من الداخليه ان انا اسطى وبعرف اصلح عشان سمعتي. ربنا يخليك. اتفضل يا عبد العزيز. طب ممكن شويه تشجيع عشان ابوظه؟ حاضر عينيا الاثنين. يلا بوظه يا فاشل. يلا يلا يا فاشل. بوظه يا غبي. بوظه يا عبد العزيز. يا عبد العزيز يا غبي. بوظ الجهاز. يا جماعه يا جماعه اهدوا. يعني التبويظ ده الطريقه ديت بتاعت التشجيع السلبيه انا ممكن اطوره اكتر. انتوا لو قلتوا لي صلحوا صلحوا لوحدي هبوظ. انا عبد العزيز هنشجعك تشجيع ايجابي. صلحوا يا عظيم. صلحوا يا عبقري. يلا يا نبيل. صلحوا يا كبير. وصلت لايه يا عبد العزيز؟ وصلت لايه يا عبد العزيز؟ ها يلا يا صلحوا صلحوا يا عظيم. انت نبغى يا عبد العزيز. انت نبغى. الجهاز باظ يا فندم. جهاز باظ. خد مني مجهود رهيب رهيب رهيب. الحمد لله. الحمد لله يا عبد العزيز. الحمد لله. دي موهبه من عند ربنا حضرتك. يعني انا بشكر ربنا عليها. بس والنبي ما يعني تاخدنيش في بالك انها مبوظتي. بس الحمد لله. ربنا يخليك. متشكرين جدا جدا يا عبد العزيز. وعمرنا ما هننسى جمايلك دي في تبويظ اي جهاز في البلد. اي حاجه حضرتك محتاجها في البيت في الشغل انا احسن واحد بشتغل في الاجهزه ومعروف عن ايه ده. عينيا يا عبد العزيز. ربنا يخليك. بتؤمر. انا ليه عند حضرتك طلب؟ معلش يا عبد العزيز. انا ليه جار تاجر بيغلس عليا وبيسرق من الزباين؟ مش ده غلط يا فندم؟ طبعا. ولو قلت لحضرتك عليه مش ممكن حضرتك تحافظ عليه فورا؟ اهو الراجل ده. الراجل ده علي. يلا بره. يلا 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 يا حبيبي. يا باشا انا كمان بعرف ابوظ. يلا يا بابا. يلا يا فندم. يلا يلا غرفه داهيه. امرني يا عبد العزيز. انت مضايقني في الشارع ومضايق عليا ومضايق عليا رزقي. اعتبره مش موجود يا حبيبي. ربنا يخليك يا فندم. حاجه ثانيه معلش. عينيا. انا ظهرت في حياتي فجاه كده واحده ست كانت عنك مجنونه. عاوز مجنونه بالله. متخيله انها عندها جاكوزي كويس وهي من يعني واضح انها يعني غلبانه فمجنون شاكوسي. الشاكوسي هي هبله في النهايه. ايوه. وكل شويه تجيلي تتهمني ان انا رحت بيتها وبوظت لها الشاكوسي. فبعد اذن حضرتك ارحمني منها. قولي لي القعده. بصها انا هسيبك. هو انا بوظت لك ايه يا مدام؟ الشاكوسي.
شوف الجاكوزي. الست دي هنا لو سمحت. يلا قول لها انتوا عندكم جوه عندهم شاكوزي جوه تنبسطي. هتبقى في شاكوزي هنا يلا. عندنا يلا حضرتك اتفضل اجسوها عندنا. يلا حجزوا زغراتي للشاكوزي. يلا مع شكرا عبد العزيز. فن ربنا يا عزيز. الله يخليك. عندي سلامه عبد العزيز. شكرا. الله يخليك. عندي سلامه. يا ناضج انت عارفه كويس قوي انا بحبك قد ايه، وعارفه كويس قوي انا مهما قابلت وشفت انت بالذات دونا عن كل الستات اللي عرفتهم حاجه تانية. اسكت خالص يا سليم. انا تعمل فيا كده؟ انا تتجوز عليا؟ تتجوز عليا وكمان تطلقني؟ تفكر ايه؟ ده انا نازك السلحدار اللي اتجوزت اكتر ما صباح اتجوزت، وعمر راجل ما خاني. وكمان ايه؟ تتجوز عليا واحده بلدي من الحسينيه؟ يا ناضج اهدي ارجوك. لسه شفت حاجه يا اهل كده ولا كده؟ اقعدي كده ولا كده؟ ايه دي سكه السكه دي كده؟ مفيش زباين غيرك ولا ايه؟ ايه المسخره دي؟ يا اهلا يا اهلا. اتفضلوا حضراتكم هنا. ديني ده بينه اهبل ولا عبيط؟ انت ما تعرفش انت بتكلم مين؟ سيبه سيبه، يعني الطربوش واللسه والشغل ده كله مش بمننا انا عمده ولا ايه؟ اسمع يا علي، انا ادخل في اي مكان احب اقعد في اي حته انا بمزاجي اقعد فين، فهمت ولا لا؟ انا جاي عشان اقعد جنب الترابيزه الفوشيه اللي قاعده دهيت. شايف يا علي؟ شايف سليم البدري قاعد جنبيها قد السوبر جيت ازاي؟ وشايف هي زي حته الجبنه ازاي؟ لسه لسه شوف لنا حته نقعد فيها. يلا خلصنا. حاضر يا عمده، ده انت تؤمر يا عمده. ممكن اقول لك ايه؟ اقول لك ايه؟ ما الترابيزه ديت الوليده هي رافعه ايديها لوحدها كده وقاعده لوحدها، فما تقعدها لحد ما يجي الناس اللي هي مستنياهم ونقعد احنا على الترابيزه. ايوه يا عمده، بس ده قاعد معاها بني ادم. فين البني ادم؟ حته انها بتشاف حد؟ الوليده قاعده لوحدها وبتضحك لوحدها بانها مجنونه ولا ايه؟ حاج هي قاعده معاها حد؟ ايوه. سيب بحول الله يا رب، لا حول الله، ربك بيخلق كتير. قفز يا ولي. حياتي النبي ما شفته، النبي ما شفته. سلام عليكم. وعليكم السلام. ظروفك باينه، انا هخلص معاك، انا هخلص معاك. تاخد كام وتسيب الترابيزه دي وتغرب من هنا؟ اخد كام واسيب الترابيزه؟ ايوه. هو انت شايفني رخيص للدرجه دي؟ ما تعمليش فيها شريف، اسمع الكلام. تاخد كام دلوقتي حتى وانا اقدم، وتاخد البهيمه اللي معاك ديت وتقوم؟ انا ابويا وامي ما ربونيش على كده. تتكلم بجد؟ طب وكده ابوك وامك ربوك على ايه؟ انا ابويا وامي ما ربونيش خالص. واضح. انا عايزك تروح تجيب اكله كده ترم عظمك عشان تملى عين الوليه. متشكر. يملى عينيه هيخرب بيتك. متشكر جدا. سلامي. بقول لك يا عمر، اؤمر تجيب باكو تاني وتكتب عليها. باك هكتب على اكتب على دي؟ انا هديك ورا ب10 جنيه تجيب شيشه بلاستيك وتنزل عليها ضرب لحد ما بلها صح. هي خرصه ولا ملها من ببلبه ليه كده؟ يلا هات من هنا. يلا يلا. حقك يا عمر. كلوا الاول، كلوا الاول من نفسكم وحبوا. فز. مع السلامه يا اختي. متشكر. السلام. يا عمر متشكر. مع السلامه. ايه الناس دي؟ اقعد يا ادي امليك، اقعد يا زفت انت. والله قعدت في كافيه بعد قعده الترعه والزريبه عشان تعرفهم، عشان تعرفوا انتوا شغالين مع مين. يا نهارك اسود ومنيل، لا تولع وانت قاعد على الكرسي جنبي. استغفر الله العظيم. تحب ناخد الاوردر دلوقتي يا عمده؟ تاخد ايه؟ الاوردر. ايوه كده، علو صوتك فاهم. الرجاله الباين دول شغالين مع مين؟ ايوه ناخد الاوردر. تاكلوا ايه يا جعانين يا بهاي؟ انا اكل ده كربات. ده كربات انت قاعد عند عميتك. استنى قاعد في كافيه يفهم ايه؟ انا هطلب لكم، مش هتفهموا حاجه. اسمع، هات لي الولا الاهبل ده، هو هات له اسمها ايه ده، سلمون. وهات له شريم، هات له شريم، هجيب لك شريم. وايت صوص ولا ريد صوص؟ استنى، ما اول مره يجي هنا تاخده وايت صوص ولا ريد صوص؟ ها؟ لا ما فيش، ما هاش، هو ما بيحبش الصوص، ما تجيبلوش صوص. وهات له تاكل ايه يا ولد؟ ايه يا ولد دي؟ حد يقابل نعمه ربنا بالوش ده؟ هو اهدي، انت جاي تقتل ولا جاي تاكل؟ افرض خل ايدك خليك تطفح. هات له اسمها ايه ده، ايه اللي اخدتها انا من يومين؟ ستروبري باركيه. ستروبري كيك. ستروبري كيك. اكلك استروبري كيك، بس هتاكل ازاي بالعفانه والشنب والقرب دوت؟ يا ما نفسي تولع وانت جنبيه. حياه النبي، لا شوطه شوطه ولا مش انتوا حاسين بايه؟ ايوه مش هشوطها صح؟ انا حاسس ان انا شوطه. نازك نزقت ده هي يا خرابي. طب وسيادتك هتاكل ايه يا عمدي؟ انا ما باكلش يا ابني، انا ما باكلش، انا باكل حب. بص قاعد جنبها زي العماره، عماره قاعده وجنبها حته ورده. ان شاء الله يولع ان شاء الله. ما تمشي بقى التاريخ اللي واقف فاتح بقه واسنانه اكتر من سنان البني ادمين العاديين. لاحظت ولا ما لاحظت؟ قتله؟ تقتل مين؟ كل كل بس. الله يخرب، انت مولود ازاي يا ابني بالكيش ده؟ مستحملاه في بيتك ازاي؟ ايه دي؟ ما خدتش المشروب بتاعك ليه؟ ما بشربش حاجه، انا ما بحبش لا مشاريب ولا زفت. انا جاي للسلحدار، جاي للمبه عيله السلحدار. وقتلك ليه؟ انا مش هقتلك ولا حاجه، انا ساعتها هجوز اول كلب يعدي قدامي دلوقتي.
قلتيها اخيرا. مساء الخير يا نازج القلب والروح. انت تاني؟ ياه انت ايه يا سليمان؟ ما بتيأسش؟ لا ما بيأس يا اخوي، وراك وراه ان شاء الله لحد ما فليسك ما خليكش تملك علبة كبريت. تبقى بتحلم يا سليمان. سليم عشان حد يفلسه محتاج سنين وسنين. طب بذمتك انت لو راجل بتحس وبتفهم يبقى دي الحوار الدائر دلوقتي وقاعدة معانا ست الناس الالمظايا ده هي، لكن انت هتحس منين؟ تخنك قالب على صدرك دايس على مشاعرك، هتحس منين انت؟ اسكت بقى. بعدين بعدين وحشتني يا نازك. انت باين عليك اتجننت يا عمده. طبعا اتجننت، ومين يشوفك ما يتقش طلقه في راسه؟ ايه مين يشوفك وحواجه ما تلعبش لوحديه؟ يا خبر اسود. تصدقي تصدقي انت احلى من ايه بالنسبه لي؟ ايه احلى من احلى لحظه في عمري بقضيها. يعني عارفه ساعه الاوالح بتاعت الدوره لما بتولع وتعمل كده ركيه نار وعليها براد الشاي تحت النخله كده في العصاري؟ انا بحب اللحظه دي، انا ضحيت باللحظه دي لاجل العيون دي. اوالح؟ ما تحترم نفسك يا راجل انت وتحترم سنك. ايه اوالح مولعه دي؟ ايه ما تعرفش اوالح مولعه؟ وبعدين انت بتتكلم ليه اصلا؟ ايش اخشاشك؟ انت قاعد معانا على الترابيزه، قوم غور في اي دايه من هنا. انا اللي قاعد ليه؟ ايوه القعده بقت سريه وخاصه، بقت ما بين العمده وست الكفر. ياي ست الكفر؟ ايوه ست الكفر والفدادين والترع والملك ده كله. ايه ست الكفر دي؟ بأمارت ايه بقى ان شاء الله؟ بأمارت انها هتبقى مرات العمده. انت بتحلم يا عمده. انا وسليم صحيح متطلقين بس خلاص قررنا نتصالح ونرجع لبعض. جاي ليه؟ هيفيدك بايه؟ اتغرتي في طربوش ولا البدله اللي لابسي هتعملي بيه ايه؟ وبعدين التخان مضرين في الجواز ومتعبين. اسمعي كلامي فعلا. ايه شوف العصفوره اللي قدامك بيتحرك في الدار كده ما تحسيش بيه، ده متعب وقت عينك في الصيف قوي بتخنق ده. اسمعي كلامي، ده لو صيفت بيه يتقبض عليكوا على البلاد. ده البس مايوه دي، شوفيني انا في المايوه، شوفيني شوفي عودي. اسمعي كلامي، وبعدين انا بالنسبه بالجواز مش مكلف، انا متر ونص اعمل جلابيتي، روحي اشتري له 40 متر بقى عشان تستري لحمه ده هو. اسمعي كلامي، اسمعي كلامي يا نازك، انت بتضحكي عليه بعض قدام، ولو هو قادر يرد عليا يرد. اسمعي كلام، السلطه حلوه يا بنت الناس. بقولك يا سليم ما تزعلش نفسك، سيبني انا. متر ليه متر؟ احنا كنا حلوين لسه. اوامرك يا هاني. انتوا عاوزيننا نيجي عندكم هنا مره تانية ولا لا؟ ليه يا هاني، في حد زعل سيادتك ولا حاجه؟ الاستاذ اللي قاعد ده احنا ما نعرفوش، ما شفناهوش، ما كلمناهوش، ومع ذلك قاعد هنا وسطينا. معقوله العمده زعلك يا هاني وسيادتك ما تعرفهمش ولا حاجه؟ بس يا ابني الراجل ده هو حياة النبي، حياة العمدة يا ابني، قولي لي مرة واحدة سلامونتي وأنا أم البيت. وبعدين بقى؟ ولا بعدين ولا قبلين، سلامونتي، سلامونتي، عايزة تخين دي اسمعها، والنبي لا تفرسيه وتقوليه. لا، ده مش ناوي يجيبها البر بقى النهاردة. يعني هتعمل إيه؟ أدينا قاعد ومش ناوي أجيبها البر، وريني هتعمل إيه طربوشك ده هو. قوم يا سلامونتي، قوم بقى. والله أنا كنت ناوي يعني أضرب العرة اللي قاعد جنبك ده هو، بس أنا هقوم وأنكبس بمزاجي. أحاسب لك يمكن الأفندي اللي معاكي مفلس. ميرسي. تسلمي، تسلمي. السلام عليكم يا واد يا ريخي. مع السلامة يا أخي. الله يسلمك. السلام عليكم يا ست الناس. وأنت حسابك معايا. هاي يا عمدي، سبع ولا ضبع؟ ولي ده سؤال يا ولي، أكيد خلص معاهي. خلصت معاهي؟ هو أنا من نقكم وشؤمكم عليا ونظرة عينك المرعبة دهيا هكسب في حياتي ربع ساعة؟ إيه النحس ده هو؟ أنا غلطان، أنا غلطان إني جبتكم من زريبة الحلاليف وشغلتكم معايا. ايه يعني الوزه صارت؟ صارت طارت منين يا ولا دان العمده؟ استنى عليها شويه. سليم؟ ايه ده يا سليم؟ انت بتخدعني؟ رجعت لها دي. حلو قوي، يبقى انها هتولع يا ولد. يا رب الوليه دي تولعها ويلعب نار. تقول لها انا مين؟ انا الاميره نورهان مرات الباشا. مراتك؟ هب انا عايز اسالك سؤال، ما جاش في بالك وانت بتوصف الراجل اللي هتتجوزيه غير الكلب؟ ايه دي؟ هزقتيني وخلتيني انهوه قدام الغفر بتاعني. وصفيني مثلا باسد، بجمل، بديناصور، اخش ضارب عليكوا نار كده واشرفك. بس معلش تهون الهواوه عشان عيونك يا قمر. تتجوزني يا سليمان؟ بصراحه انت فاجئتيني، اديني شهرين ثلاثه افكر. ايه؟ هو دي اللي انا كنت عاوزه، لعلمك انا ما كنتش جاي عشان اتجوزي، كنت جاي عشان اخلي سليم يهوهر في اخر حياته. سلام عليكم. يا كلب يا جزمة. أبوسيب. استرها يا رب، يا رب ما تتقتل في الولادة يا رب. قومي بالسلامة،
اهدى بس يا عمدي. اهدى ايه ونيله ايه؟ انت مش عارف ستك نازك، ستك نازت من العيال الفرافير دي بتاعت الخرم فليكس والحاجات دي، ما تستحملش الحزق والولاده. الولاده دي حاجه بسيطه، ايش قال ناني؟ انت جاي تستظرف ومراتي بتولد. بقول لكم ايه، انا اسود لحظه عندي دلوقتي موتراني ومجنناني ان انتوا الاثنين معايا، سيبوني في حالي بقى وشكوا شوق، ما انا خايف تخلف بورص. احنا ايه يا عمدي؟ احنا حضرنا كل ولادات عيال، انت نسيت ولا ايه؟ لا ما نسيتش يا اخويا، كلهم طلعوا عيال منظورين، اللي عينه معهوبه واللي راسه مقلقسه كده واللي طالع اهبل مش فاهم حاجه، ابعدوا عني ابوس ايديكوا، عايز خلفه نضيف. يلا غور من هنا. دول عيال. يلا غور من هنا. غورهم. النبي يا رب ما تتخنق في البنك، نجيها يا رب، نجيها يا رب، استرها يا رب. يا دكتور انت خارج تشم هوا في البلكونه، ما تطمني مراتي عملت ايه؟ اهلا اهلا عمده. احنا لسه هنتعرف، قول لي الست جابت ايه؟ مبروك، جبت بنت واسمها زهره. طب بنت وعرفناها، نعمه من ربنا. ومين اللي سماها زهره ان شاء الله؟ اداره المستشفى هي اللي سمتها. زهره النبي؟ ايوه، ده اوفر من المستشفى، المولود معاه اسمه مجانا. اوفر ايه ونيله ايه؟ انا الاب وانا اللي اسمي بنتي يا ناس؟ دي بنت خليط المستشفى، وقسما بالله انا ما اقدرش اغير اسمها. والله العظيم ما تقدر تغير اسمها. خلاص متشكرين يا رب، بنتي اسمها زهر، نعمه من الله، الحمد لله. وطمنا على صحه البنت، نازله حلوه كده؟ البنت بسم الله ما شاء الله عليها، بس خير. بس خير. عندها عيب خلقي ما اقدرش اعمل لك حاجه فيه. نعمه من ربي. ايه هو العيب؟ البنت هتعيش في اول فتراتها بشكل طبيعي، وكأنها آثار الحكيم. آثار الحكيم؟ وبعدين؟ في فترة هتتعرض لحوارات، حركات، تغيرات هتخليها بالتبعية تبقى إلهام شاهين. إلهام شاهين؟ إيه دي؟ وأنت دكتور ولا عراف؟ ليه بس كده يا رب؟ يجي لي بيت تعيش معاها على إنها آثار وأحبها وأحضنها وفجأة تبقى إلهام؟ إيه اللخبطة دي؟ إهدى يا عمدة، إهدى. هتعترض على إرادة ربنا؟ اللهم لا اعتراض يا سيدي، اللهم لا اعتراض. في حاجة تانية يا سيادة العراف؟ لا يا عمدة، تقدر تستلم المولود اللي اسمه زهرة، اللي هتتحول تبقى إلهام شاهين. لا، آثار الحكيم. والله اللي اتلخبطت من بنتي لحد من دلوقتي متلخبط فيها. احنا متشكرين ليك قوي، متشكرين. الحمد لله، الحمد لله، الشكر ليك يا رب. تيجي تتحول تتنال، المهم تبقى بنتي مالية عليا دنيتي. بس قلبت دماغنا، مش مش اللي هيعلي صوته والله ما واقف. انت هنا هنقلب ده في شوك، مش هنبيع. انا دماغي ده وجعان واحده واحده. انت فرن المعلم حنفي. هات استنى يا رخاي، انت عايز ايه؟ 10 رغيف اللي معاك معايا، هم 3 رغيف. بالسلامه. ليه 10؟ مع السلامة. هات يا حبيبي. الله يخليك يا اخويا. لا امسك فيها واحد. اقول لك هات هات، ما تحمدش ربنا. تعال هنا، تعال هنا، هات الرغيف، ما تجيش تشتري من عندنا تاني. استنى انت شويه. بجنيه؟ قاعد انت ومين في البيت؟ انا ومرات وابني. انت ومراتك وابنك؟ امسك اتنين انت ومراتك. استنى يا عاد، خد النص لابنك. يلا بالسلامة. بس استناني انت شويه. 5 رغيف يا معلم لو سمحت. 5 رغيف ليه؟ انا والوليده والعيلين وامي. امك قاعده معاك؟ ايوه امك معايا. طب ما ينفعش تاخد لها ايه؟ ايه المعلم ده؟ ايه ده؟ انا عايز افهم ده لقمه ده ولا رغيف؟ هو عيش، هتاخده ولا مش هتاخد؟ هو كده، امسك ادي العيلين. ايوه. وانت والوليه. وامك ست كبيره ده يلبك في معدتنا. انا مش زي ما هي زي بني ادم، هحتاجه زينا. ان شاء الله عنها ما طفح، وانا مش بايع لك، عايز حاجه ثانيه؟ طب خلاص هاخدهم يا معلم، هاخدهم. والله العظيم ما انت واخدهم. الله يخرب بيوتكم. الله يخرب بيوتكم. احنا بنطفحكم. يلا ده انت شعب النهاردة. سيك يا ولية، يلا تكل على الله. انا مش هبيع، مش هتنبنا. ايه في الهد النهاردة؟ يلا بالسلامة. بكرة بكرة العيش ناشف، العيش ناشف. يلا يلا رجل تقومنا. ايه في الهد الفرد؟ صباح الخير يا معلم حنفي. صباح الخير يا معلم حنفي. انت كنت فين يا صبحي؟
انت جاي متاخر الصبح وساب المعلم حنفي بقوته في السوق ابيع عيش لعامه الشعب. انت جننت يا صبحي؟ سامحنا يا معلم، اصل وانا جاي التوك توك اتقلب وقعت على ركبتي اتجلطت. اللي حصل؟ وقعت على ركبتي اتجلطت. انت شكلك كذاب، شكلك كذاب ومرتبك، انت عامل حاجه؟ لا يا معلم انت عامل حاجه. مش عامل لا حاجة. لا وايه الخرفشه دي؟ ايه في صوت خرفشه؟ مفيش يا معلم، ده كيس. كيس؟ انت جاي تخوفني في الفرن بتاعي صبحي؟ ايه اللي في الكيس يا صبحي؟ مفيش حاجه يا معلم. لا انت مضطرب. لا مفيش حاجه. انت مضطرب يعني ايه يا معلم؟ لا في بلوه في الكيس ده. لا 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 اوعى تكون جايب لي تعبان ولا حاجه. مفيش حاجه يا معلم. طب ما تشوف ده كيس فيه اشياء. في اشياء؟ وريني، مد ايدك وريني وطلع. اهو يا نهار ابوك اسود. عيش فينو يا صبحي؟ عيش فينو وجاي لي بيه في الفرن البلدي بتاعي؟ قصدك ايه؟ قصدك تقول لي ان انا بلدي؟ انا بلدي وبحب البلدي. وريني فيك ايه تاني؟ وريني. يخرب بيتك، جبنا ناس يا صبحي، جبنا ناس يا معفنين. وعيش فينو؟ هو عادي كلك في السياسه من ورايا. لا سياسه يا معلم، انت مكبر موضوع قوي. ده واحد صاحبي جابهم لي عشان افطر بيهم. انت شكلك كداب. لا وربنا شكلك كداب. لا. لا صاحبك ما يعملش كده تاني يا صبحي، فهمت؟ حاضر يا معلم. يمين بالله الحاجه دي لو اتكررت تاني يا صبحي لا هطردك ومش هتاكل عندي عيش ثانيه في الفرن. وغير كده وكده بقى ايه؟ هتشوف اسوه المعلم حنفي. اسوه ايه؟ المعلم حنفي. ايوه حنفي. انت يا معلمه يا حب الحب، يا حب الحب يا كيداهو، خليتي قلبي عجينه. تقولي حنفي يجي كده، حنفنفي يجي كده. اشغلك ايه؟ اشغلك الحب الحقيقي ما بينتهيش. الحب الحقيقي يا حب الحب. يا بكاش البكاشين يا كيداهو. مالك يا حبيبتي؟ في ايه؟ ولا حبيبتك. ايوه حبيبتي. حبك برصي حنفي. قوم يا اخويا اقف وانت بتكلمني. لا انا بحب اقعد على الكنبه براحتي. اسم الله. في ايه يا كيداهو؟ تعالي بس ارتاحي، تعالي داخله النبشه ريتك ليه كده؟ ما نفشوش ليا خوي. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. صدق بالله وحشتيني، وحشتيني بجد باخلاص. وحشتيني؟ ايه وحشتيني دي؟ اما بشوفك بطاري بالشين بتضرب مني. بحبك يا كيداهو. مالك فيكي ايه؟ بقول لك ايه؟ حنفي الحبتين دول ما تعملهمش عليا يا اخويا، ما طلبتش معايا. ومبروم على مبروم ايه؟ ما يقفلش. لا يا عينيا ما يرلش. ده انا كيداهم ورحمه اللي جابوا ابويا وامي يا حنفي. لو خرجت من البيت تاني من غير ما تستاذني لفرج عليك اهل الحاره كلهم. وما حدخلك البيت ده تاني. وانت عارف بقى كيداهم واسود كيداهم. هو ده اللي معصبك؟ لا انا استاذنت، كتبت لك ورقه وسبتها لك على الكومودينو. انت اللي ما قريتيهاش. اهدي كده، في حاجه تاني معصباكي وقلقاني بصراحه. بصراحه بصراحه بقى معصبني في الجوزين اللي فاتوا اتجوزت عليا مرتين، ويا عالم هتتجوز عليا مين تاني؟ لا لا الجوزين اللي فاتوا ايه وجواز ايه تاني؟ خلاص طبنا الى الله. دي كانت نسوان كده يعني تحس انها مراهقه. تقلك بقى يا دام خلاص، كل دول كانوا ناس زواج. انت الاصل. والله انت الاصل يا ابيض. اهدي بقى كده، مفيش كلمة حلوة كده تطر عليا نار الفرن قبل ما تمشي. في عينيا، في نور عينيا. كبة وكبة ومليون كبة. إلهي أشوفك يوم يجي لك ويحط عليك يا حنفي. يا رب ما بحس تسوي تيجي تلم عليك اللمة. الله ينتقم منك يا شيخ. علمة يا معلمة يا معلمة يا معلمة يا معلمة. في إيه يا زفت؟ في إيه؟ معلم في واحدة بره بتقول اسمها جينيفر لويس. مين يا قد؟ جينيفر لويس. لويس الله يخرب بيتك. جينيفر لويس. جينيفر هي دي يا معلم. هي اللي في العربية. أيوة يا معلم. شوف ربك الكريم عايز يفرحني بعد الهم اللي كنت فيه. جينيفر جينيفر جينيفر. أيوة أيوة الله يفرحك يا قد. هديك 15 رغيف تروح بيهم. الله عليك يا معلم. يا أهلا يا أهلا. الروايح بتقول هي جينيفر جينيفر جينيفر. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. الفرن والحاره والمدريه كلها نورت. اصيله من يوم ما عرفتك وانا قلت ان انت بنت اصيله. لسه فاكراني؟ لسه فاكراني؟ فاكره المعلم حنفي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ دخلتك بالعربيه نسيتني كل حاجه. انت هات. ايوه معلم. احرق العيش واقفل الفرن خلاص. ولا فرن ولا عجين ولا عيش. خلينا في المهلبيه. يا مهلبيه يا مهلبيه. ألف رحمة ونور تنزل عليك يا معلم إبراهيم. يشهد ربنا إن أنا كحنفي عمري ما نسيتك يا جينيفر، عمري. أي نعم اتجوزت كيداهم بعد ما سبتيني، بس أنت سبتيني وأنا راجل ليا كرامة وعزة نفس
جوزتها برضو ما نسيتكيش يا جنيفر، وجوزت التانية والتالتة. إن انساكي مش عارفة انساكي، ده أنا من أول يوم انت عملتيلي إيه؟ سحرتيلي انت، سحرتيلي. لقيت نفسي فرن بلد قلت السلة، اشتغلت في الفينو وفي الباتون ساليه وفي ابو عجوة الحلو دوت، برضو ما نسيتكيش يا جنيفر، بشوفك في كل الأوقات، برمي العجينة في الفرن عشان العيش يقب، تعرف احنا بنبططه كده ونحط دقيق وبتاعه وبنرمي العيش يقب، بشوف وشك في القبة، هعمل ايه؟ انت عملتيلي عمل وربنا عملتيلي عمل، بس انا عاتب عليكي. هنفضل لحد امتى تخبطي مشوار من امريكا للشربية عشان نتقابل؟ وبنتقابل يا عيني يا فزقاء يا فحارة زي اللي بيبيع بانجو لمؤاخذة. فانا رأيي كمعلم هنفي يعني ان احنا نتوكل على الله ونكتب الكتاب. قلتي ايه يا جنيفر؟ الف رحمة ونور تنزل عليك يا معلم ابراهيم. طبعا مش في الحل غير في التلفزيون والحش، ابوكوا نايم ساعة بعد الظهر، انزلوا الفرن هوا على عيش، ده الرزق اللي بتدفعوا منه. مش فالحين غير ماشي مع الشباب، حضرتك ماشية مع سعيد وانت مع اسماعيل، لا ده هيتجوزك ولا ده هيتجوزك، ونهايتها تفضحوني. موكو فين؟ في المطبخ يا بابا، هي عندك. تهب بايه؟ بتقطع مواسير بالسطور. السطور كبير؟ شوفه بنفسك. صباح الخير يا ست الستات. يسعد مساك يا عيون كيداهم. ايوه كده ما شاء الله ما شاء الله. قمر واقف في المطبخ. تعيش لي يا راجل يا حياتي. بقولك ايه كده، سيب السطور ده عشان عايزك في كلمتين مهمين. خير؟ خير ان شاء الله. لا في حاجه، طالما قلت لي سيب السطور يبقى في حاجه يا حنفي. اللي حصل مش حاجه كده، انت قلبتي فجاه كده ليه؟ انا بصراحه عايز اتكلم معاك في موضوع هيحدد مستقبل الأسرة دي. مستقبل الإيه؟ الأسرة. أسرة إيه؟ أسرة إيه يا أبو أسرة اللي أنت بتتكلم عليها ها؟ تعالى لي هنا، أسرة إيه؟ أنت عامل مصيبة ومحطيها عليا يا حنفي ولا إيه؟ وليه بنات؟ طب يا ولية اتكلم يا ولية، فهمني يا ولية، بتهزقيني قدام بناتك عيب كده؟ أنا ما حدش لعب في دماغي، أنا اللعب كله في قلبي. قلبك؟ سلامة قلبك. أنا عايز أقول لكم موضوع يستحسن تسمعوه مني قبل ما تسمعوه على قناة الإف إم. نجوم اف ام؟ ليه يا حنفي؟ نويت ان شاء الله تغني يا حنفي ولا ايه؟ تغني ليه؟ وانا معلم عرة؟ ده انا قد الدنيا في السوق. يلا بقى زي ما ترسي، انا بصراحة هتجوز. يا لهوتي يا بصتي، يا لهوتي يا لهوتي حضرة قلبي، ابوك هيتجوز عليا يا بنات. تتجوز يا حنفي؟ كفكش اللي انت عملته قبل كده يا بابا، عايز تتجوز على ماما تاني؟ ايوه ما كفنيش وهتجوز على ماما تاني كمان بتقول. اكيد يا اخويا هتتجوز واحده قطعت لي ايديك يا حنفي. قطعت عليه؟ شايفاني ماشي بعرك في الشقه؟ ده انا سيد المعلمين اوليا، انا هتجوز ست الستات جينيفر لوبيز. يا لهوتي يا حنفي. وكمان هتتجوز عليا لعيب كره يا حنفي؟ يا بت... لعيب لعيب كره يا حنفي؟ يا ولية بتضربيني بالركبة قدام بنات. شوف اياه سودة مني يا حنفي. يا ولية يا ولية يا ولية يا جهلة يا جهلة على الساعة. يا ولية يا جهلة، جينيفر لوبيز لعيب كورة ايه؟ دي ست الستات، مطربة عالمية، الشباب كله في العالم بيعمل عليها كده، وهي اختارتني انا. اختارتك انت؟ ده انا اللي هجيب اجلك النهاردة. شيختني ايه حنفي؟ لمها يا حنفي. مش هلمها. خلي اليوم يعدي على خير. ان شاء الله عنه ما عدي. اغزى عليك يا حنفي، اغزى عليك. تسيب كيداهم ام بناتك الحلوين المقطعتين دول عشان المطربة المشهورة بتاعتك دي؟ تسيب ام عشان جينيفر لوبيز؟ ده انت يومك النهاردة اسود، ده انا هخليكم تصوتوا عليه النهاردة. صوتي بقى وشي كده يا حنفي؟ ايوه كده. كده برضو؟ ايوه كده. خلي عندي كرامة اطلب الطلاق بقى. ايه ده؟ الله يسامحك يا حنفي. ان شاء الله يسامحني. قولي. الله يتقي بينك زي ما انت حرقت قلبي النهارده. اشوف فيك يوم. شيختني ليه لقيت الكهرباء في الطرقة ونخلص منك؟ بابا انت بتهزر ولا ايه؟ ليه بهزر؟ ليه شايفاني بشقلب على السفرة؟ انا هتجوز الست جينيفر لوبيز، هي عندها حفلة هنا وقررنا نكتب الكتاب قبل ما تطلع على المطار. بابا انت عيان؟ وبعدين هتشوفها فين جينيفر لوبيز دي عشان تتجوزها؟ اسمها جينيفر لوبيز؟ الله يخرب بيت فلوس اللي ضاعت عليكم في التعليم عشان تعرفوا تتكلموا انجليزي. اسمها جينيفر لوبيز؟ اسمها جينيفر. جينيفر يا جهله يا بنت الجهله. وده حصل امتى ده؟ في صيف 92.
كان يوم تلات في شارع خالد ابن الوليد في سيدي بشر. كنت رايح أجر مايوه بوتوكا ده عشان كنت عايز انزل البحر مع اصحابي. كنت لسه صاب صغير وشغال عند المعلم سيد قدره. بتضحكوا ليه؟ الله، وابوكوا اتجنن ولا ايه؟ لا بعد الشر يا بابا. والنبي يا بنت التوايه السفاله دي، ازاي انا اتكلم وانتوا واقفين تنمروني وتوششوا بعض؟ تعالي هنا، تعالي هنا، انباري انباري انباري، ارجعي، تعالي هنا، تعالي هنا بنت، تعالي هنا، انباري انباري، ارجعي. المهم الست شنيفر كانت جايه تعمل حفله في اسكندريه، وجات الفرن تشتري عيش زي ما خليق ربنا، وشافت العبد لله. كانت الهيئه غير الهيئه، شوف انا جميل جمال غريب دلوقتي، الاول كنت احلى قمر قمر. بصت في عينيا كده وبدات قصه الحب. هتتجوزوا امتى بقى؟ ان شاء الله هنتجوز. حبينا بعض حب عظيم، حب ما حبهوش سيد لسيده، ولا عنتر لسيده، ولا روميو لسيده. وقررنا ان شاء الله نتجوز. انا مش مستريح لكم، لا انتوا بتتريقوا عليا. تعبت، بقول لك تعالي، تعبت، تعالي هنا، بقول لك تعالي، انباري انباري، ارجعي، تعالي تعالي، بقول لك انباري انباري، ارجعوا. انا ان شاء الله هتفركش الاسره وهيتمكم وانا عايش. بس انتوا مش مصدقين صح؟ طيب مش بتعرفوا تسمعوا راديو؟ عندكم راديو؟ عندنا يا ماما، انت اللي جايبه. انتوا بتكلموني وانتوا بتضحكوا ليه؟ وانا اتجننت؟ انا هثبت لكم. استنى اهي قناه الاف ام. النهارده يا جماعه عرفنا خبر الموسم، المعلم حنف الفران من الشرابيه رفع راس رجاله بلدنا كلهم، وهيعقد حرانه على مين؟ على جينيفر لوبيز. الله يخرب بيت الاكسنت بتاع الدوله اللي باظ. اسمها جينيفر لوبيز يا بهيم انت كمان؟ اسمها ست جينيفر، جينيفر. انا اسف يا معلم حنفي، انتوا مصدقين يا جماعه جينيفر لوبيز هتتجوز المعلم حنف الفران؟ وعلى فكره الخبر ده حقيقي مش اشاعه، والمعلم حنف لسه مأكد الخبر بنفسه. ومعانا اتصال من مودي صديق البرنامج. انا بتصل عشان ابارك للمعلم حنف الفران واقول له دي ضربه معلم وخطوه مؤثره نحو فتح اسواق مخابز بلدي في الخارج. يلا غوروا في داهيه قبل ما امكم كمان يغمى عليها واخلص منها. هتجوز يعني هتجوز ان شاء الله على انقاض الاسره دي. يلا يا انت النهارده يا حلبي، يلا يا انت النهارده يا حلبي. هو قتلتهم يا حلبي؟ انت فين؟ انا اهو. انت هنا يا اخويا. يا حلبي لايمها يا حلبي؟ مش لايمها، عديها النهارده يا حلبي بدل ما اجيب اجلك. مش هعديها وهتجوز شنيفر. بص يا حبيبي، انا مش هقتلك ولا هذبحك ولا هخلوك. امال ايه حلبي؟ ايه عشان خاطري نبتدي انا وانت صفحه جديده النهارده. صفحه جديده ايه؟ انا فاضل لي ثلاث صفحات في حياتي عايز اعديهم مع شنيفر. شنيفر يا حلبي. ايه يا حلبي؟ عديها يا حلبي. وربنا ما يعديها. هتعمل ايه يعني؟ بقول لك عديها يا حلبي. بحبها يا اخي، بحبها. صوتي. طب بص يا حلبي، ايه تعدل كده وانا هعدل لك الطاقيه يا عينيا. بص لي يا حلبي، اديني بصيت لك يا ولية. انا باصص فين؟ انا بكلمك كده، ما انا بصيت لك. بصيت بصيت عيط، هقهرك وهتجوزها. اتقهري. طب بص يا حبيبي. ايه؟ بص يا حبيبي، ايه؟ انا قلت لك هبتدي معاك صفحه جديده، هكتب لك العشر فدادين اللي حيلتي. هعمل بيهم ايه؟ هجري فيهم وانا فلاح؟ انا بحب شنيفر، بحبها يا حنفي. ما تقولش الكلام ده قدامي. هقوله يا واد. هعجلك يا واد. ارفعي ايدك. طب ارفعي ايدك. اقعدي بقى، اقعدي اقعدي بقى، اقعدي. بص يا حنفي، يا ولية كل شويه بص بص. وانا بص فين؟ انا بص يا اسطى. عايزه ايه؟ عايزه ايه يا مجنونه يا بنت المجانين؟ هتجوزها. اتجنني انت شفت حاجه؟ انا عايز اشوف. بص بقى الحكايه. بص دي يا بنت المجنونه، يا ابني امك اتجننت. ام حوش عني يا ولد. اتجنن. طب ارفع ايدك، ارفع ايدك عشان تعرف. انت من انت اللي ترفعي. ارفع ارفع. اقعدي بقى، اقعدي بقى. فلقتي يخرب بيتك. طب بص بص برضه الحكايه. بص دي وانا اعمى وليه؟ ما انا شايفك. عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ هتجوزها وهقهرك. انت بص بقى، بص بقى، ايه انت النهارده هتجيب اجلك يا حلبي. حد يخلص حد في الخناقه دي، اتفولت قوي. Please welcome a beautiful and versatile entertainer and actress, Jennifer Lopez. In the multiple Oscar-nominated film Crash,
Many strong and opposing feelings are brought to the surface. Prejudice and tolerance, forgiveness and resentment, sin and redemption. In the opening scene, we are told that people feel so isolated these days. The thought is echoed in the dark and reflective song from Crash called In the Deep. With music by Michael Becker, the nominated song In the Deep will be performed tonight by the woman who also wrote the lyrics as well as the music, Kathleen Bird York. يا نهار اسود كيداهم وربنا كيداهم، مهما تتنكري جنابك المدلدلة كشفتك خلاص. يا ترى هتعمل فيها ايه؟ The thought is echoed in the dark and reflective song from Crash called In the Deep with music by Michael Becker. لا انا كده بعزل اللي بحبه، انا هنسحب من الحب ده، ما اقدرش اذيك يا جنيفر، ما اقدرش. انا حاسس ان انا قاعد في حته غلط. ايه ده؟ انت مجنونة ولا ايه؟ ما كرسي فاضي قدامك الا قاعدك مكان، ايه القرف ده؟ ما تخافيش يا حلوة، انا قلبي حنين، حموتك بالراحة حتة حتة هقطعك. يا صحيح ذبحوا المعلم، صحيح ذبحوك يا معلم. ذبحوني ايه يا ابن العام؟ ما انا رقبتي في جسمي قدامك، خلينا نشوف البلوة دي بقى. اوعك هيداهم، اهدي واستهدي بالله، ايه اللي جرالك؟ اوعي تمسيها بالسكينه اللي خليلتك زي الزفت. انت اتجننت يا ام العيال. اتجننت دي كلمه قليله من اللي شفته منك يا حنفي. ده انا قلبي ده شايل ومعبي منك بلاوي، ده انا فوتت لك كتير، جوازه واتنين، واقول يا بنت عدي عشان المركب تمشي، لكن انت ما بتتحدش، ما بتهمتش ولا ولا ايه؟ جرالك ايه؟ خلصت يا اخويا على نسوان المحل ورايح تلقط لي من بره بقلش نفر؟ قال ايه ما قطعتك يا بنت اللذينه انت؟ بصراحه يا كدام انا ليا حق، انت السبب. انا بصراحه مقهور في بيتي، مش حاسس ان انا راجل في بيتي، انا حاسس ان انا راجل في الفرن بس. انا عامل ازاي في الفرن يا ار؟ اسد يا معلم. اما بدخل على الرغيفه بتعمل ايه يا ار؟ بتنط في الاكياس يا معلم. مين اللي بيلسع الزبان بالقفان يا ار؟ ايدك الحلوه دي يا معلم. اسلوبك الوحش يا كيداهم هو اللي خلاني ابص للمستوى الرخيص زي جنيفر وامثالها. اهدي بقى، اهدي وعقلي، انت عندي احلى من جنيفر وارق من جنيفر واطعم من جنيفر. صح يا ار؟ بصراحه لا يا معلم. يا صح يا معلم، صح. شفت الكلام الحلو ما اثرش فيك بذمتك؟ لا اثر فيا يا حنفنة، اول مره اسمع منك الكلام الحلو ده يا حياتي. عشان شفت دموع الحب في عينيك يا كوكو. بس انا ما عيطتش يا حنفنة. والمدمعه ليه؟ اصل نور اللمبه ضرب في عينيا يا عينيا. الف سلامه عليك وعلى عيونك يا حلوه. تعيش لي يا حنفنة. تعالي يا كيداهم، نرجع الشنه الجميله كيداهم ونقعد في فرننا حياتي. يلا حطي لي في حمايتين زي زمان وولعيهم ونتفرج على افلام رعب. وايه كمان يا حنفلة؟ وكل السعاده عوضك عن كل الايام السوداء اللي وريتها لي يا حبيبي يا حنفلة. ده انت اللي حبيبتي يا حضره الضابط. المتهمه يا حضره الضابط اهي، كانت عايزه تقتل خطيبتي الانسه جينيفر لوبيز. جينيفر لوبيز؟ حضرتك مين ان شاء الله؟ الباتشينو؟ لا مش للدرجات دي، مش للمستوى ده، انا المعلم حنفي برضه. اتفضل القضيه كامله بالسلامه. كده يا حنفي كده سلمني للظابط يا حنفي. يلا مجنونه. مجنونه ايه؟ ولا يلا مجنونه. يلا يا هبله خدوها. بالسلامه حضره الظابط. انا لازم اجي اخدم العداله للاخر، انا بحب اخدم العداله والحكومه. انا عايز ابلغ على الواد دوت بيبيع خرشوفه يا باشا، وكل خرشوف. الناس عارفه، كل الناس كمان تبيع خرشوف. والله بيبيع خرشوف يا حبيبي. سيبني عشان تنتلو فيا يا معلم. يلا يا واد من هنا، سيبونا بقى غرف ده، خلونا نعيش مع القمر دي. احنا اسفين للي حصل، معلش وليه مجنونه، معلش بس هعوضك يا جميل. اوعى سواق تطلع تحتيك نعمه او النبي نعمه. اوف يا ماما مش وقته، انا وصلت. ايوه انا قدام المحكمه. طب استنيني شويه، خد البت دي يا عم. انت بنتك ولا بنتها لو سمحت يا حبيبي؟ ايه ده رجلي؟ رجلك ايه؟ انا مالي، ما انا عايز انزل عندي شغل. اتفضلي لو سمحت وسعي شويه. رجلك ايه؟ مش مقطوعه ده ركبها بالطول ده؟ ايه القرف ده؟ اوعي رجلك. استغفر الله العظيم يا رب. زقيني يا بنت، زقيني يا بنت الصغيره، زقيني. انت متاكد ان المحامي اللي انت جايبه لي ده هيكسب لي القضيه؟ عيب عليك، ده انت اختي، ده انا جايب لك محامي عمره ما خسر قضيه قبل كده، وهيخلي طليقك ده يلف حوالين نفسه، ده احسن محامي على مستوى شارعنا، ويبقى يوريني بقى هيشوف ضافر بنته ازاي. وقسما عظمه
انا لا اهو الاستاذ وصل اهو. صباح الخير يا جماعه، انا اسف اتاخرت، عندي مشغوليات معلش. ايوه ماما. يا ماما عيش ايه وفرني ايه، عيب كده يا ماما، انا في المحكمه ما تعطلنيش. حاضر حاضر، مع السلامه مع السلامه. معلش معلش، هي قضيه الخلع ها؟ طبعا ان شاء الله ما تقلقيش يا مدام، وانت هخلعك وهجيب لك اعدام. مش هخلعك بس يا استاذ، تخلعني ايه؟ ده انا اخوها. اخوها؟ امال هتتخلع من مين؟ من جوزها. فين هو؟ جوه ها؟ اه طبعا. مش هو شايل المخدرات فين؟ شايل يا استاذ، دي قضيه خلع. يلا 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 يا استاذ، اتفضل معايا. ده هو حظه نحس، شكله فقري، لان انا مخنوق النهارده من التوك توك ومن امي. ايه ده؟ مين ده؟ يتقابل فوق يا مدام. مين الراجل ده تعرفوه؟ ده جوزها يا استاذ. جوز مين؟ جوز اختي. يا نهار ازرق، انت مصحيني من 7 الصبح عشان اجي اخلع مقابل الاهبل ده؟ ده يومه اسود، هو واهله، احبسه هو واهله. لو سمحت يا مدام لبسيني الروب، انا هدخله داخله في المحكمه يومه اسود. اتفضل لو سمحت ساعديني. عنك يا استاذ. اتفضل. ده لابس الشرطي، ده القاضي اول ما اشوفه هيحبسه مش هيخلعه. بس المهم حضرتوا لي الاتعاب. طبعا جهزوها جهزوها. يا سيادة القاضي، إن هذه الأم الوحيدة الغلبانة الكثيرة النمرودة. نمرودة إيه يا أستاذ؟ لا يا فندم، أقصد البنت الصغيرة المقروضة. البنت الصغيرة المقروضة دي يا فندم من حقها إنها تكبر وتترعرع بين أمها وأبوها، هذا الأب العظيم، الأب الحنون اللي كله تواضع، كان ممكن عنده 100 بدلة يا فندم، لكن جه المحكمة بالشرط عشان يراعي شعور الفقراء. أنا بطلب من عدالة المحكمة ومن هذا الأب العظيم اللي مش موجود في الدنيا إن البنت دي تطلع في حضن أمها الحنونة المجنونة. يا سيادة القاضي، أنا مختلف مع الأم دي كتير، لكن في النهاية يا فندم هي أم. طب أقول إيه؟ ما هي أم أخ، أقول راجل يعني. سيادة القاضي، أنا بطلب من حضرتك توقع أقصى العقوبة على هذه الأم، هذه الأم المستهترة. تخيل يا فندم إنها بتنزل بالليل وتسيب البنت الصغيرة وتسهر لحد ما النهار يشقشق والبنت لوحدها. أنت بتقول إيه يا أستاذ؟ بنت إيه اللي بتسهر لوش الصبح؟ بقول لك إيه؟ أبو البنت دي أنا عارفه، وحكمت عليه ب7 قضايا زي دي قبل كده، وعارف كل ألاعيبه، يتجوز ستات محترمين وبعد كام شهر يطلقها. يعني معنى كلام حضرتك يا فندم ان انا هكسب القضيه؟ ارجوك يا فندم عشان مستقبلي، انا عايز اخسر القضيه دي. اديك شايف يا فندم يعني ده وجه ابلي كله. ايوه اسكت بدل ما احبسك. حاضر. حكمت المحكمه برفض الدعوه المقدمه من السيد حسام الدين صبحي لحضانه ابنته ومطالبه المدعى عليه بالمصاريف والاتعاب. رفعت الجلسه. الله اكبر الله اكبر، الله عليك يا استاذ، الله اكبر. مش فاهم ايه اللي خلاني كسبت القضيه الزفت دي. خد من يسر. ايوه انت تعالى ما تستهبلش. تعالى عايز ايه يا ده انت بقى؟ انا تخسرني القضيه؟ ده انا ورايا رجاله تبهدلك. اوعى تكون فاكر الجلاليب دي هتنفعك. لا ده هيبهدلوك. كريم. مين كريم؟ هجوم. بص يا شباب، احنا عايزين نتفق، البنيات كده، الافيان كده، مش كله يضرب نفس الضربه عشان ايه؟ اضربوا يا رجاله، اديله اديله يا حدي منكي، اضربه اديله يا كريم. انا بحذركوا حدي منكي، اهدي بايدك يا كريم. انا بقول لكم بحذركوا اني حدي منكي. ايوه انا حاسس بتغيرات في وشي. انا عايز اقول لك كلمه واحده بس. ايه؟ تعالى يا محمود، البنت اسألوا عن حد بتعرف وين لا صح، كلها بنيه واحده. انا هخلي رجالتي يقطعوه. اضربه يا كريم. شاب الادين اللي طلبتها انت لسه فاكر؟ والله انت راجل ابن حلال. والشنطه كمان حبيبي. معلش انا كان عندي مصلحه فوق، انت عارف بقى المحاماه شغلانه فظيعه، شويه تحت وشويه فوق. توك توك. ايه ناقصه؟ رقم مجهول واستظراف. الو
ايوه مين؟ مش مهم تعرف انا مين، المهم تنفذ كل اللي حولك عليه بالحرف الواحد. لا بقول لك ايه، وحيات ابوك انا شايف المر ومخنوق، لو شفت شكلي يعني هتفهم، مش ناقصه لطافه. اخلص. على فكره انا ما بهزرش معاك، كلمه زياده انا ممكن ادمرك. دمر مين يا ده تافه انت؟ من صفك نصف كمان، انت محامي ناجح ونعرف عنك كل حاجه، اعرف عنك اللي انت عمرك ما تتخيل ان حد يعرفه عنك. يا سلام، ده كلام عام، اللي يثبت لي ان الكلام بتاعك ده مش حوانطه. النهارده الصبح ايه اللي حاصل النهارده الصبح؟ كان عندك امساك، اضطريت انك تاخد ملين. اضطريت اخد ايه؟ ملين. ملين مساء الخير يا دكتور ناجي، لو سمحت مش عايز هزار واستظراف دلوقتي، باي باي. لا يا حبيبي، انا مش الدكتور ناجي بتاع الصيدليه. تفتكر الدكتور ناجي هيعرف كمان انك رفضت تسلك بلعت التواليت قبل ما تنزل؟ بلعت التواليت؟ لا ده الموضوع كبير قوي، حضرتك بتراقبني ولا ايه يا فندم؟ انا مش براقبك بس، انا وراك خطوه بخطوه زي ضلك. انت النهارده الصبح ما لقيتش صابونه في الحوض واتشطفت بصابونه الميه. ايوه ايوه، وكانت زفره. لا يا فندم، حضرتك من انهي جهاز؟ انا خدام، انا تحت امرك، انا ما عملتش اي حاجه. انا اسف توترت قوي قوي، ممكن السواق يقلبنا بالعربيه. بالعربيه ايه؟ ما انت اكيد عارف ان انا راكب توك توك، هكذب عليك ازاي؟ امرني، انا تحت امرك، انا خدامك. اسمع اللي هقول لك عليه، اكتب عنه. هات 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 يلا هات يلا. اتفضل يا فندم. اكتب ايه يا فندم؟ 14 شارع الفواكه. 14 شارع الفواكه. بيت حضرتك، حضرتك محتاج خضار للبيت، اعمل اي حاجه. العنوان ده تقفل معايا وتروحوا على طول، وما تتحركش من هناك لحد ما اكلمك. حاضر، بس يعني لو تكرمت اديني نص ساعه اتغدى مع ماما في البيت وهاجي لساعتها. لا، في حد بيتهدد، بيقطع التهديد وروح اتغدى. صدق صح، انا اسف، عندك، انا تحت امر حضرتك يا فندم. بس ايه؟ بس فعلا انت متاكد من موضوع البلاعه والحاجات؟ فضل. اوكي، تحت امرك. باي 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 باي. انا كان مال انا ومال التفاهه دي، يخرب بيت المجهول وسنين المجهول. اؤمر يا فندم، انا منتظر تعليمات سعادتك. اسمعني وركز معايا. انا مركز بنسبه 100% حضرتك. اؤمر. شايف محل الكوافير اللي قدامك ده؟ شايفه ايه سعادتك؟ ده انا واقف على باب. ادخل جوه الكوافير. ادخل حاضر. يا نعمه، ما تفتح. ايوه فندم، ايوه انا جوه الكوافير بالفعل. اسال عن مين؟ ناجو باديكير. حضرتك بتستظرف معايا. حاضر، لو سمحتي مدام ناجو باديكير فين؟ معرفش. اسفين. ايوه يا بيه، ايوه حاضر، اوصل لها لو تكرمت يا ست. لو تكرمت. حاضر، وعامل لي فيها سسبنس وعمال راعبني على التليفون. باديكير ايه؟ وما نشوف اخرت يا اخوانا. فين ناجو باديكير؟ يا ناجو. ايه مين؟ ما تقول ان انت هنا. ما تقول اهلا. تمام، الهدف تمام يا فندم. ايوه فندم، الهدف ورايا. قول لها المبرد اللي معاها ده مش بتاعها، فهمها انها خدت بتاع مدام بيسا. المبرد اللي معاكي مش بتاعك، بتاع بيسا؟ انت حضرتك بتتكلم بجد؟ طب خلاص. سين. اوكي كده فهمت. اوكي حاضر، مع السلامه. اظن مش من الذوق ان الناس تصنف على بعض على فكره. مساء الخير يا نجوى. مؤاخذه مدام، معلش. مساء النور. عندي ليكي كلام مهم قوي، هقوله مره واحده. المبرد اللي معاكي مش بتاعك. مش بتاعي؟ امال بتاع مين؟ بتاع بيسا. ومين قالك يا اخويا؟ مش مسموح لي اقول معلومات اكتر من كده، وخلي بالك من نفسك. طب قول لي مدام بيسا يا كلبه، نجوى باديكير بتقول لك انها بطلت تلطش من سنه 88. 88؟ عن اذنك. لا براحتك عادي. يا نهار اسود، انا راجل محامي اقعد القعده دي، ولبان وشعر ونيله. يا رب والنبي اخرتها ايه؟ استرها معايا. نعم. تصدق ان انت راجل تافه؟ وحياتي النعمه راجل تافه. انت اتجننت؟ لا 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 يا فندم، بقول للواد بتاع توك توك كان هيدوس على ركبتي. هو انا استجرى يا باشا؟ انا استجرى. قالت لي ايه؟ بلغتها الرساله. قالت لي قول لبيسا يا كلبه نجوى باديكير بطلت تلطش من 88 بالتحديد. ممكن بقى تحن عليا وتسيبني اروح اكل لقمه وانام؟ لا مش هروح، اكتب العناوين ديت. حاضر، مش هروح، بس نفسي اعرف حاجه، انت ازاي عارف عني كل اسراري كده؟
انت فاكر ان انا معرفش انك بتخاف من الفراق؟ موت موت. شوف شكلك بقى هيبقى ايه وسط زمايلك لما يعرفوا الموضوع ده. بقولك ايه، اسمعني، اعمل حسابك انك هتفضي نفسك اليوم كله، لان هقول على كل الاسرار دي. فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم فاهم. مين؟ السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. زعق شوية. السلام عليكم. عليكم السلام، عايز ايه؟ انا اللي جاي اسأل على اللحمة والحتة الانتركوت. سمعني يا ابني مش سامعه. الله يخليك. نعم. الله يخليك، اعدل لي السماعه لحسن من السمعه. اعدل لك السماعه ليه؟ ما بحبش احط ايدي في ودني حد، انا مال انا. معلش يا حبيبي. طبعا. انا زي امك برضه. طيب طب قربي شويه. اهو يا ابني ليله سودا. سامعه كده؟ ها كده تمام؟ ايوه كده. انت بتزعق ليه؟ صورتني يا شيخ. معلش انا اسف. عايز ايه؟ بقول لك انا اللي جاي اسال على اللحمه والحته الانتركوت. اه هو انت كلمه السر ايه؟ اللحمه لسه ما تشوحتش. خليك مكانك. حاضر يا معلمة. خلي بالك عليها، انا عداهم حتة حتة. حتة حتة ايه ونيلت ايه؟ انا راجل محامي. انتي مجنونة يا ستنتي ولا ايه؟ ليه وانا اول مرة اشوف لحمة؟ بقول لك ايه؟ ما تيجي تغير لي الانبوبه جوه اللعبه. ما بغيرش انبوبه لحد. تتجننتي؟ انبوبه ايه ونيله ايه؟ ايه وادي يا سلام. طب روح هات لي خمس ترغيفه من الفرن اللي جنبينا. اقسم بالله احبسك وربنا احبسك. هاتي لي شويه ميه لو تكرمتي. بتقول حاجه؟ شخص لا، يا ربنا يطرشك اكتر واكتر. ايوه ايوه والله جبت كل الطلبات قدامي اهي. ايوه وادي البسطرمه. ايوه شكل وجبنه الرومي. ايوه موجوده. والبتاع اللي بتسلك البلاعه مش عارف تعيزها ليه. اوكي حاضر. ايه حلاوه شعر؟ لا مش هجيب حلاوه شعر، وربنا ما انا جايب حلاوه شعر. شكرا قوي. الله يخليك. جيب ليها كيس ولا خدها؟ خدها كده، خدها كده. شكرا. الله يخليك. السلام عليكم. قلتها لي كده. الله يكرمك. قلتها لي كده. ايوه شكرا. السلام عليكم. في حاجة يا فندم؟ اصل انا كنت عايز شراب، فببص للمنطقة بتاعت الشراب مش اكتر. وبعدين عادي بني ادم يعني، ما تحرجنيش كده. انا كنت عاوز شراب كولون شبك. افندم شبك في حاجة حضرتك؟ لا يا فندم اتفضل كمل. الله يخليك. وثلاثة كرسي اكس لارج. حضرتك بتبصي لي كده، هي اكيد مش ليا صح؟ اكيد مش ليا. ما انا بقول كده. انا محتاج كرسي ولا انا هلبس شراب بشبك؟ فارجوكي انا جاي اساسا متضايق ومخنوق وواقع في موضوع مش لازم احكيه لك. لا انا تحت امرك. ما تحرجنيش اكتر من كده. يا عمي حاضر حاضر، قلت لك اعمل لك كل اللي انت عايزه. عناية حاضر. سيبني بس ارتاح ليله في بيتي، وبكره هودي لك البضاعه في المكان اللي انت عايزه. انا بقيت بخاف منك قوي على فكره. بس ما تنساش تشيل الجبنة في التلاجة. حاضر هشيل الجبنة في التلاجة. تأمر بأي حاجة تاني؟ حاضر. قلت حاضر ما بقيتش أقول غيرها. يا رب يا رب عطرني في دي، أنا كنت هشرب من جنب. أيوه يا أخويا. حاضر 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 حاضر. ده أنت كرهتني في عيشتي. اوعى تكسر البيت. اوعى ايه؟ اوعى تكسر البيض. لا مش هكسر البيض. لا مش هكسر البيض. بس انت صوتك بيقطع ليه؟ ما تقوم كده ولا تتحرك في مكانك. والله اقف. اها ايوه ايوه سامع كده كويس؟ سامع سامع، وهنفذ لك كل اللي انت عايزه. بس سيبني بس نص ساعة، عشان ناس كلموني من المحل قالوا لي ان ارض امك في ناس سطوا عليها. يا لهوي. ليه؟ ليه تطلعي انت الراقه؟ اهلا اهلا. ليه ياما؟ الحمد لله على السلامه. ما تستفزنيش ما تستفزنيش. ايه الفشل ده؟ مفيش دعوه. ليه عملت فيها المرمطه دي كلها؟ ليه انا اروح للبنت باديكير؟ ليه اللحمه ما تشوحتش؟ وجبتي الحاجات دي منين اصلا؟ انت غيرت صوتك ازاي؟ الموبايل الجميل ده اللي انت جايبهولي احيانا انا بستعمله مرايه، بس في بروجرام هايل خالص بيخلي الصوت كده تخين وحلو. والنبي يعني اول ما تتعلمي البروجرام تتعلمي في ابنك ياما؟
حرام عليك. معلش يا حبيبي نفسي اسمع بس حاجه واحده، انت عملتي فيا كده ليه؟ عشان انت اناني ما بتحبش الا نفسك، مش شايف حد في الدنيا الا انت وبس. انا اسف يا امي، انا اسف، سامحيني سامحيني يا امي، خلصيني من الحلقه دي. الله يخليكي الله يخليكي، خلصيني من الحلقه دي. اوف يا ماما يا ماما، مش وقته مش وقته، انا وصلت. ايوه انا قدام المحكمه. طب استنيني شويه، خد البت دي يا عم. انت بنتك ولا بنتها لو سمحت يا حبيبي؟ ايه ده ايه ده ايه اللي رجلك؟ انا مالي، ما انا عايز انزل عندي شغل. اتفضلي لو سمحت وسعي شويه. رجلك ايه؟ مش مقطوعه ده ركبها بتقول ده ايه القرف ده؟ اوعي رجلك. استغفر الله العظيم يا رب. زقيني يا بنت، زقيني زقيني يا بنت الصغيره، زقيني. انت متاكد ان المحامي اللي انت جايبه لي ده هيكسب لي القضيه؟ عيب عليك، ده انت اختي، ده انا جايب لك محامي عمره ما خسر قضيه قبل كده، وهيخلي طليقك ده يلف حوالين نفسه، ده احسن محامي على مستوى شارعنا، ويبقى يوريني بقى هيشوف ضافر بنته ازاي. وقسما عظما انا لا اهو الاستاذ وصل اهو. صباح الخير يا جماعه، انا اسف اتاخرت، عندي مشغوليات معلش. ايوه ماما. يا ماما عيش ايه وفرن ايه؟ عيب كده يا ماما، انا في المحكمه ما تعطلنيش. حاضر حاضر، مع السلامه مع السلامه. معلش معلش، هي قضيه الخلع؟ ها طبعا ان شاء الله ما تقلقيش يا مدام، وانت هخلعك وهجيب لك اعدام. مش هخلعك بس يا استاذ. تخلعني ايه؟ ده انا اخوها. اخوها؟ امال هتتخلع من مين؟ من جوزها. فين هو؟ جوه. ها طبعا. ما هو شايل المخدرات فين؟ شايل يا استاذ، دي قضيه خلع. يلا 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 يا استاذ، اتفضل معايا. ده هو حظه نحس، شكله فقري، لان انا مخنوق النهارده من التوك توك ومن امي. ايه ده؟ مين ده؟ قابل فوق يا مدام. مين الراجل ده؟ تعرفوه؟ ده جوزها يا استاذ. جوز مين؟ جوز اختي. يا نهار ازرق، انت مصحيني من 7 الصبح عشان اجي اخلع مقابل الاهبل ده؟ ده يومه اسود، هو واهله، احبسه هو واهله. لو سمحت يا مدام لبسيني الروب، انا هدخله داخله في المحكمه يومه اسود. اتفضل لو سمحت ساعديني. عنك يا استاذ. اتفضل. ده لابس شرطي، ده القاضي اول ما اشوفه هيحبسه مش هيخلعه. بس المهم حضرتوا لي الاتعاب؟ طبعا. جهزوها جهزوها. يا سيادة القاضي، إن هذه الأم الوحيدة الغلبانة الكثيرة النمرودة. نمرودة إيه يا أستاذ؟ لا يا فندم، أقصد البنت الصغيرة المقروضة. البنت الصغيرة المقروضة دي يا فندم من حقها إنها تكبر وتترعرع بين أمها وأبوها، هذا الأب العظيم، الأب الحنون اللي كله تواضع، كان ممكن عنده 100 بدلة يا فندم، لكن جه المحكمة بالشرط عشان يراعي شعور الفقراء. أنا بطلب من عدالة المحكمة ومن هذا الأب العظيم اللي مش موجود في الدنيا إن البنت دي تطلع في حضن أمها الحنونة المجنونة. يا سيادة القاضي، أنا مختلف مع الأم دي كتير، لكن في النهاية يا فندم هي أم. طب أقول إيه؟ ما هي أم أخ، أقول راجل يعني؟ سيادة القاضي، أنا بطلب من حضرتك توقع أقصى العقوبة على هذه الأم، هذه الأم المستهترة. تخيل يا فندم إنها بتنزل بالليل وتسيب البنت الصغيرة وتسهر لحد ما النهار يشقشق والبنت لوحدها. أنت بتقول إيه يا أستاذ؟ بنت إيه اللي بتسهر لوش الصبح؟ بقول لك إيه؟ أبو البنت دي أنا عارفه، وحكمت عليه في 7 قضايا زي دي قبل كده، وعارف كل ألاعيبه، يتجوز ستات محترمين وبعد كام شهر يطلقها. يعني معنى كلام حضرتك يا فندم ان انا هكسب القضيه؟ ارجوك يا فندم عشان مستقبلي، انا عايز اخسر القضيه دي. اديك شايف يا فندم يعني ده وجه ابلي كله. ايوه اسكت بدل ما احبسك. حاضر. حكمت المحكمه برفض الدعوه المقدمه من السيد حسام الدين صبحي لحضانه ابنته ومطالبه المدعى عليه بالمصاريف والاتعاب. رفعت الجلسه. الله اكبر الله اكبر، الله عليك يا استاذ، الله اكبر. مش فاهم ايه اللي خلاني كسبت القضيه الزفت دي. خد من يسر. ايوه انت تعالى ما تستهبلش. تعالى عايز ايه يا ده انت بقى؟ انا تخسر لي القضيه؟ ده انا ورايا رجاله تبهدلك. اوعى تكون فاكر الجلاليب دي هتنفعك. لا ده هيبهدلوك. كريم. مين كريم؟ هجوم. بص يا شباب، احنا عايزين نتفق، البنيات كده، الافيان كده، مش كله يضرب نفس الضربه عشان ايه؟ اضربوا يا رجاله، اديله اديله، حد مدي اضربه، اديله يا كريم. انا بحذرك، حد مدي، اهدي ايدك يا كريم. انا بقول لكم بحذركم، ادي حد مدي. ايوه انا حاسس بتغيرات في وشي. انا عايز اقول لك كلمه واحده بس. ايه؟ تعالى.
عيلتي هتعوض. اضربوا يا كريم. الشيء بلدينا اللي طلبتها انت لسه فاكر؟ والله انت راجل ابن حلال. والشنطه كمان حبيبي. معلش انا كان عندي مصلحه فوق، انت عارف بقى المحاماه شغلانه فظيعه، شويه تحت وشويه فوق. توك توك. ايه ناقص رقم مجهول واستظراف. الو. الو. ايوه مين؟ مش مهم تعرف انا مين، المهم تنفذ كل اللي حولك عليه بالحرف الواحد. لا بقول لك ايه، وحياة ابوك انا شايف المر ومخنوق، لو شفت شكلي يعني هتفهم، مش ناقصه لطافه. اخلص. على فكرة انا ما بهزرش معاك، وكلمة زيادة انا ممكن ادمرك. دمر مين يا تافه انت؟ من صفك نصفك بيه، انت محامي ناجح ونعرف عنك كل حاجة، اعرف عنك اللي انت عمرك ما تتخيل ان حد يعرفه عنك. يا سلام، ده كلام عام. اللي يثبت لي ان الكلام بتاعك ده مش حوانطه. النهارده الصبح. ايه اللي حاصل النهارده الصبح؟ كان عندك امساك، اضطريت انك تاخد ملين. اضطريت اخد ايه؟ ملين. ملين. مساء الخير يا دكتور ناجي، لو سمحت مش عايز هزار واستظراف دلوقتي. باي باي. لا يا حبيبي، انا مش الدكتور ناجي بتاع الصيدليه. تفتكر الدكتور ناجي هيعرف كمان انك رفضت تسلك بلاعه التواليت قبل ما تنزل؟ بلاعه التواليت؟ لا ده الموضوع كبير قوي. حضرتك بتراقبني ولا ايه يا فندم؟ انا مش براقبك، بس انا وراك خطوه بخطوه زي ضلك. انت النهارده الصبح ما لقيتش صابونه في الحوض واتشطفت بصابونه المويه. ايوه وكانت زفره. لا يا فندم، حضرتك من انهي جهاز؟ انا خدام، انا تحت امرك، انا ما عملتش اي حاجه. انا اسف توترت قوي، ممكن السواق يقلبنا بالعربيه. لا عربيه ايه، ما انت اكيد عارف ان انا راكب توك توك، هكذب عليك ازاي؟ امرني، انا تحت امرك، انا خدامك. اسمع اللي هقولك عليه، اكتب عنه. هات هات يلا هات يلا. اتفضل يا فندم. اكتب ايه يا فندم؟ 14 شارع الفواكه. 14 شارع ده بيت حضرتك؟ حضرتك محتاج خضار للبيت، اعمل اي حاجه. العنوان ده تقفل معايا وتروح على طول وما تتحركش من هناك لحد ما اكلمك. حاضر، بس يعني لو تكرمت اديني نص ساعه اتغدى مع ماما في البيت وهاجلس عادي. لا، في حد بيتهدد، بيقطع التهديد وروح اتغدى. صدق صح، انا اسف. عندك، انا تحت امر حضرتك يا فندم. بس فعلا انت متاكد من موضوع البلاعه والحاجات؟ فضل. اوكي تحت امرك. باي 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 باي. انا كان مال انا ومال التفاهه دي، يخرب بيت المجهول وسنين المجهول. اؤمر يا فندم، انا منتظر تعليمات سعادتك. اسمعني وركز معايا. انا مركز بنسبه 100% حضرتك. اؤمر. شايف محل الكوافير اللي قدامك ده؟ شايفه ايه سعادتك؟ ده انا واقف على باب. ادخل جوه الكوافير. ادخل حاضر. يا نعمت يا نعمت، ما تسيبني. يوه هتفتح يا خالد. ايوه فندم، ايوه انا جوه الكوافير بالفعل. اسال عن مين؟ نجوى باديكير؟ تعالي تستظرف معايا. حاضر، لو سمحتي مدام نجوى باديكير فين؟ معرفش. تاسفين. ايوه يا بيه، ايوه حاضر، اوصل لها لو تكرمت يا ست، لو تكرمت. حاضر، وعامل لي فيها سسبنس وعمال راعبني على التليفون. باديكير ايه؟ وما نشوف اخرت. يا اخوانا فين نجوى باديكير؟ مين؟ ما تقولي ان انت هنا، ما تقولي. لا تمام، الهدف تمام يا فندم. ايوه فندم، الهدف ورايا. قول لها المبرد اللي معاها ده مش بتاعها، فهمها انها خدت بتاع مدام بيسا. المبرد اللي معاك مش بتاعك، بتاع بيسا؟ انت حضرتك بتتكلم بجد؟ طب خلاص. سين. اوكي كده فهمت. اوكي حاضر، مع السلامه. اظن مش من الذوق ان الناس تصنف على بعض على فكره. مساء الخير يا نجوى. مؤاخذة يا مدام، معلش. مساء النور. عندي ليكي كلام مهم قوي، هقوله مرة واحدة. المبرد اللي معاكي مش بتاعك. مش بتاعي؟ أمال بتاع مين؟ بتاع بيسا.
ومين قال لك يا اخويا؟ مش مسموح لي اقول معلومات اكتر من كده، وخلي بالك من نفسك. طب قول لي مدام بيسا يا كلبه، نجوى بدي كلب تقول لك انها بطلت تلطش من سنه 88. 88 عن اذنك. لا براحتك عادي، براحتك عادي. يا نهار اسود، انا راجل محامي اقعد القعده دي والبان وشعر ونيله. يا رب يا رب والنبي اخرتها ايه؟ استرها معايا. تصدق ان انت راجل تافه؟ وحياة النعمة راجل تافه. تجللت؟ لا 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 يا فندم، بقول للواد بتاع توك توك كان هيدوس على ركبتي. هو انا استجرى يا باشا؟ انا استجرى. قالت لي بلغتها الرسالة. قالت لي قول لبيسا يا كلبة نجوى بديكير بطلت تلطش من 88 بالتحديد. ممكن بقى تحن عليا وتسيبني اروح اكل لقمة وانام؟ لا مش بروح. اكتب العناوين دي. حاضر، مش هروح مش هروح، بس انا نفسي اعرف حاجه. انت ازاي عارف عني كل اسراري كده؟ انت فاكر ان انا ما اعرفش انك بتخاف من الفراق؟ موت موت. شوف شكلك بقى هيبقى ايه وسط زمايلك لما يعرفوا الموضوع ده. بقول لك ايه، اسمعني، اعمل حسابك انك هتفضي نفسك اليوم كله، لان هقول على كل الاسرار دي. فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم فاهم. مين؟ السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. زعق شويه. السلام عليكم. عليكم السلام، عايز ايه؟ انا اللي جاي اسال على اللحمه والحته الانتركوت. سمعني يا ابني مش سامعه. قول لي الله يخليك. نعم. الله يخليك، اعدل لي السماعه لحسن من السمعه. اعدل لك السماعه ليه؟ ما بحبش احط ايدي في ودني حد. انا مال انا؟ معلش يا حبيبي. طبعا. انا زي امك برضه. طيب طب قربي شويه. اهو يا ابني ليلة سودة. سامعة كده؟ ها؟ كده تمام؟ ايوه كده. انت بتزعق ليه؟ صورتني يا شيخ. معلش انا اسف. عايز ايه؟ بقول لك انا اللي جاي اسال على اللحمه والحته الانتركوت. هو انت كلمه السر ايه؟ اللحمه لسه ما تشوحتش. خليك مكانك. حاضر يا معلمه. خلي بالك عليها، انا عداهم حتة حتة. حتة حتة ايه ونيلة ايه؟ انا راجل محامي. انت مجنونة يا ستنتي ولا ايه؟ ليه وانا اول مرة اشوف لحمة؟ بقول لك ايه؟ ما تيجي تغير لي الانبوبة جوه ولا؟ ما بغيرش انبوبة لحد. انت اتجننتي؟ انبوبة ايه ونيلة ايه؟ ايه ودي؟ يا سلام. طب روح هات لي خمس ترغيفة من الفرن اللي جنبينا. اقسم بالله احبسك وربنا احبسك. هاتي لي شوية مية لو تكرمتي. بتقول حاجة؟ شخص لا، يا ربنا يطرشك اكتر واكتر. ايوه ايوه والله جبت كل الطلبات قدامي اهي. ايوه وادي البسطرمه، ايوه شكرا، وجبنه الرومي، ايوه موجوده، والبتاع اللي بتسلك البلاعه مش عارف تعيسها ليه. اوكي حاضر. ايه حلاوه شعر؟ لا مش هجيب حلاوه شعر، وربنا ما انا جايب حلاوه شعر. شكرا قوي، الله يخليك. دي ليها كيس ولا خدها؟ خدها كده، خدها كده. شكرا، الله يخليك. السلام عليكم. قلتها لي كده، الله يكرمك. قلتها لي كده. ايوه شكرا، السلام عليكم. يا عمي حاضر حاضر، قلت لك اعمل لك كل اللي انت عايزه. انا يا حاضر، سيبني بس ارتاح ليله في بيتي، وبكره اودي لك البضاعه في المكان اللي انت عايزه. انا بقيت بخاف منك قوي على فكره. بس ما تنساش تشيل الجبنه في التلاجه. حاضر هشيل الجبنه في التلاجه. تؤمر باي حاجه تاني؟ حاضر. قلت حاضر، ما بقيتش اقول غيرها. يا رب يا رب عطرني في دي، انا كنت هشرب من كام. ايوه يا اخويا. حاضر 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 حاضر. دا
انت كرهتني في عشتي. اوعى تكسر البيض. اوعى ايه؟ اوعى تكسر البيض. لا مش هكسر البيض، لا مش هكسر البيض. بس انت صوتك بيقطع ليه؟ ما تقوم كده ولا تتحرك في مكانك والله افضل. اها ايوه ايوه سامع كده كويس؟ سامع سامع وهنفذ لك كل اللي انت عايزه. بس سيبني بس نص ساعة عشان ناس كلموني من المحل قالوا لي ان ارض امك في ناس سطوا عليها. يا لهوي ليه؟ ليه؟ ليه تطلعي انت الرقم؟ أهلا ليه يا أمّا؟ الحمد لله على السلامة. ما تستفزنيش ما تستفزنيش. ايه الفشل ده؟ مفيش دعوة. ليه عملت فيها المرمطة دي كلها؟ ليه انا اروح للبنت باديكير؟ ليه اللحمة ما تشوحتش؟ وجبتي الحاجات دي منين اصلا؟ انت غيرتي صوتك ازاي؟ الموبايل الجميل ده اللي انت جايبهولي احنا انا بستعمله مراية، بس في بروجرام هايل خالص بيخلي الصوت كده تخين وحلو. والنبي يعني اول ما تتعلمي البروجرام تتعلمي في ابنك يما؟ حرام عليك. معلش يا حبيبي نفسي اسمع بس حاجة واحدة، انت عملتي فيه كده ليه؟ عشان انت اناني ما بتحبش الا نفسك، مش شايف حد في الدنيا الا انت وبس. أنا آسف يا أمي، أنا آسف، سامحيني سامحيني يا أمي، خلصيني من الحلقة دي. الله يخليك الله يخليك، خلصيني من الحلقة دي. وصل وصل الهلف، وصل الهلف، وصل الهلف، وصل الهلف، وصل. ها منطقة كله دفع الإتاوة؟ فين أبو أحمد؟ ملش. فين أبو رامي؟ ماتني. قوم يا رب. كله دفع الإتاوة؟ كده كله تمام يا برنس، مفيش غير حمادة لسه ما دفعش. حمادة ابن مديحة؟ اه. ليه إن شاء الله؟ ماسك عليا فيلا؟ بص على وشي كده شكلي نانسي. وريني كده ليه؟ أمال إيه بقى إن شاء الله؟ ما دفعش ليه؟ ليه اللي أهله سودا؟ يلا بينا. يلا يلا سعيد. النبي ده اسمه كلام، استحمى انا ازاي في دش بالمنظر ده؟ صغير عليا جدا. ما انا عملاق اعمل ايه؟ انا كان المفروض اعيش في البلد كلها عمالقه عشان ابقى طبيعي. الناس فاكره العملاق ده سعيد، انا مش سعيد. اتفضل الحوض. كل شويه يعني لازم يتقطوا مستي عشان لا ما يم... وبص اسم النبي اسم النبي بص البشكير بص في نظري قد ايه؟ بس هو بشكير. انا عملاق اعمل ايه؟ دي حاجه بقت تزهق اهو، كل ما المس حاجه تتكسر. مش معقول العملاقه اللي انا فيها دي. مش هاخد دش مش يعني انا خايف اكسر الحمام. اهو لازم اوطي لازم اوطي عشان عملاق. لا حول ولا قوه الا بالله. ازيك يا ام عامله ايه؟ بلا نيله بلا امك بلا زيف. انت مش ناوي تغير لنا العفش الصغير ده اللي مش على مقاسنا؟ يا ام العفش مش صغير، العفش طبيعي جدا، انت اللي عينك فيها مشكله. وبصراحه بقى انت مش عايزه تصدقي ان ابنك عملاق. اعمل لك ايه؟ 100 مره يا ام 100 مره اقول لك بطلي الزيتون، ضغطك بيعلى. ده مش زيتون ده بطيخه بطيخه. طب اعمل ايه؟ انا عملاق، انا شايفه زيتون. تصدقي ما تصدقيش عملاق. ولا حماده ولا حماده. والنبي يا ابني ما تروح له، ده راجل مفتري. سيبيني ياما بقى سيبيني اخلص الحاره من شره. هو مفتري انا عملاق صدقي بقى. حماده ولا حماده. والنبي يا ابني ما فيش الا انت يا ابني. مين؟ انا اللي هلف ياك. طب ممكن استأذنك يا معلم 10 دقايق اعمل 400 ضغط وانزل لك؟ هتنزل ولا اطلع لك؟ باب البيت ضيق عليك يا معلم. اديهوله. لا 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 يا معلم ما تتعبش نفسك، انا انزلك على طول بسرعه. يا حاضر يا معلم. اعمل ايه؟ حبكت معايا موت النهارده. هو فعلا هيموت هيموت. لا انا هضربه بايدي، انا هضربه بايدي. عملاق ياما عملاق. دخلت ام عاطف. عاطف بيرجع، خلي حد يشده عشان لو فضل مدلدل هيفضل يرجع. مساء الخير يا معلم. ما تثبتنيش يا ما اقدرش يا معلم. ليه توفي؟
سوري؟ الإيتاوا. إيتاوا ح إيتاوا الإيتاوا يا معلم، يعني المفروض بالعقل تاخدها من حد بيخش له على الأقل 7 جنيه في الأسبوع، لكن أقسم لك بالله أنا وأمي اللي قاعدة جوه ديت يعني بناكل بكر كلينكس. يعني إيه؟ مصدقني يا معلم صح؟ لا مش مصدقك. طب أعمل إيه؟ كده دي أمور شحاتة. لا لا أعوذ بالله، ليه؟ أنا مش حاتش حاجة، أنا بقول لك ظروف يعني. أنت عارف ياد اللي بيحصل أوامري؟ ها؟ عارف عارف يا معلم. عارف اللي بيحصل أوامري؟ عارف يا معلم. بيحصل له إيه؟ عارف يا معلم. بسمع طول الوقت أنت والجماعة دول بتحلقوا له شنبكم. الله. وكمان شنب عيرة. بس إيه رأيك؟ أكيد حقيقي صح ولا لأ؟ حقيقي جدا. حقيقي خالص. ها؟ ولا ايه يا معلم؟ انت بتتوتر ليه فجأة معلم؟ ولا عشان انا بتحول. معلش بتحول. لا ما تتحولش، ما تتحولش، انا خدامك يا معلم. اخرك معايا ايه؟ مش عارف اللي تأمر انت بيه، انا هعرف انا والاخرين. انت مبارك ايه كده يا معلم؟ اعوذ بالله من غضب الله. ايه يا معلم اتكلم، انا قلبي هيقف. ما اشوفش وشك هنا تاني. امشي يا معلم اسيب الحاره. ما اشوفش وشك هنا ايه تاني. انا ليه في ذكريات؟ انصرف عني. حاضر اسلم. امشي حماده. حمادة حمادة يا ابن انت، اصحى يا حمادة، اصحى اصحى يا حمادة. يا بر اسود، يا بر اسود، اوعى تكون عفريت. ايوه عفريت. عايز مني ايه؟ انا بعون الله اللي اديت الهبه من قوتي هسحبها منه واديها لك انت عشان انت طيب وابن حلال. استنى استنى، ما تفرطفيش. طيب وابن حلال ايه؟ انت تعالى بس تعالى، انت اديت الالف قوتك ده انت يا دوب بتشتغل بحجاره قلم. انت بتتكلم بجد؟ بس جرب. طب انت جرب. انت جن قديم في الشغلانه ولا لسه جديد؟ لا قديم شوية. قديم قوي. طب اتوترت شويه من جرب. يا اختي جن يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا حسن يا حسن، انا هعمل اللي انت عايزه عشان حبيتك. عايز نعمل ايه؟ بس اسمعني، حط ايدك في ايدي. حاضر. ومش هتخسر. يلا اتنطط يا دي. بس 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 يا فيه، ما نفعلش إيتاوا ليه يا؟ بص ياد في وشي كده، أنا الهلف يا. يا حارة، وزاد الهلف، الهلف أمره مطاع. عليك. مش فاكرني يا هلف. اللي ما يعرفك يجهلك يا كبير. معلش العتب على النظر. معلش. دقق كده. مين؟ حماده. المعلم حماده. طبعا طبعا المعلم حماده. بس انا عايز اسالك سؤال، انت ايه اللي عمل فيك كده وبقيت عملاق ومجانس وحاجات حلوه قوي؟ انا طول عمري عملاق. انتوا بس اللي مش مصدقين، انتوا امي. احب فيك الاراده يا كبير، احب فيك الاراده، بس انا عايز اعرف يعني انت حضرتك عايز ايه بالظبط؟ عايزك ده انا جاي لك شخصيا انت والصيع اللي معاك. صبياني عامل لك ايه صبياني؟ ده انا هقطعهم لك، هبهدلهم لك. بس انا اطلب منك طلب صغنن صغنن جدا والله، مش هكتر يعني. نزلني انت بس وشوف انا هعمل لك فيهم ايه. حلوه نزلني دي، انا هنزلك. انا لا. انا هنزلك. عملاق ولا مش عملاق؟ عملاق. عملاق ولا مش عملاق؟ عملاق. 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 عملاق ولا مش عملاق؟ عملاق. روح قول لهم ان انا عملاق. عملاق يما. روح لهم قول ان انا عملاق. عملاق يما. عملاق.
عملاق 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 يا حمادة يا حمادة حبيبي حبيبي وحشتيني. شفت انا بتعامل ازاي؟